إذا اليوم كنا غنتكلموا على الأغذية اللي كترفع المناعة ديالنا، بما أنه فصل الخريف وقرب فصل الشتاء، فالناس دائما كتقلب على الماكلة اللي ممكن أنها تحمي الذات ديالنا وتعطينا بزاف ديال الفوائد لها، وكذلك أنها نربيو من خلالها المناعة ديالنا. فأشنو هما المواد بداية اللي نقدروا نرصدوهم واللي كاينين ربما في السوق المغربية وكنشوفوها قدام عينينا اللي فعلا أنها كتساهم بشكل كبير في أنها كتربي المناعة ديالنا؟ تماما جميلة. دونك مع بداية الفصل البارد، فصل الخريف والشتاء، كنعرفوا أن كيكثروا الأمراض الفيروسية، كيكثروا الفيروسات، دونك الناس كيبداو كيقلبوا على كيفاش يقدروا يحميوا راسهم من هاد الأمراض، وكيفاش يقدروا يقويوا جهاز المناعة. دونك غادي نشوفوا اليوم بالضبط دونك الأغذية ولا التغذية اللي يمكن لينا نستهلكوا باش نقويوا جهاز المناعة. ولكن قبل خصنا نعرفوا انه جهاز المناعه ما كيتاثرش غير بالتغذيه، ولكن كيتاثر بعده سلوكات اللي نقدروا نشوفوا من بعد. اكيد اذا غنشوفوا السلوكات ديال ربما النمط ديالنا الغذائي حتى وربما كيسهم في ان مواد نستهلكوها تكون فعلا عندها قيمه غذائيه عاليه، ولكن الطريقه ديالنا الاستهلاك ديالها كتخلي ربما ما كتكونش الامتصاص ديالها مزيان في الذات ديالنا، او لا ما كتعطيش ديك الفائده اللي خاصها تعطيها. هاو في اطار المواد الغذائيه اللي كتساهم في رفع المناعه، ربما هادو كانوا مواضيع كنا كنتكلموا عليهم بشكل كبير ملي كانت في بدايه ديال فيروس كورونا دكتور، مي اليوم الناس مازال كتقلب على المواد الغذائيه اللي نقدروا نقولوا ان فعلا بشكل او باخر حتى هي لها دور في رفع المناعه. اي ماده جاتك على بالك غدوا بها دكتور حنان؟ من نبداو زعما بالعناصر الغذائيه اللي كنهضروا عليها، زعما الفيتامينات اولا المعادن، كيف ما شرتي دونك الناس كتهتم بالاخص ملي بدا الوباء ديال كورونا، الناس بدات كتهتم بزاف بتقويه المناعه. حيت كيف شفنا دونك الناس اللي كانوا تاثروا بزاف بمرض كورونا، دونك كانوا الناس اللي كان عندهم مشاكل على مستوى الجهاز المناعه، سواء دونك المناعه كتكون دونك مريضه ديريكتومون، ولا امراض اللي كتاثر بطريقه غير مباشره على المناعه. نعم. كيف ما شفنا دونك كان تهافت ديال الناس على بعض المكملات الغذائيه. صح. على بعض الاغذيه، وهذاك الشيء كان بواحد الطريقه غير سليمه. دونك اليوم قبل الى سمحتي لي جميله، قبل ما نهضروا على الاغذيه او العناصر الغذائيه، خصنا نهضروا ديجا على شنو هما العوامل اللي كتخلينا من غير التغذيه اننا نقدروا نديروها في حياتنا اليوميه. نعم. تخلينا نقويوا جهاز المناعه. ممتاز. دونك جهاز المناعه باش يعرفوه الناس، فهو كيتكون من بزاف ديال الاعضاء، دونك اللي كتسمى الاعضاء المناعاتيه. دونك كاينين الاعضاء اللمفاويه اللي كيكون دونك كتكون من النخاع العظمي والغده السعتريه اولا لوتيموس اللي كاين في العنق. دونك هاد جوج الاعضاء كينتجوا لنا وكيتم على المستوى ديالهم تنشيط الخلايا اللمفاويه اللي هي اللي كتاثر اللي كتخدم في المناعه النوعيه المناعه المختصه. يعني لي لينفوسيت اللي يا اما كيحاربوا لينا الفيروسات ولا كيحاربوا لينا البكتيريات ولا مهم مناعه نوعيه. وكاينين اعضاء اخرين حتى هما لمفاويه اللي هما الطحال والعقد اللمفاويه اولا اللي كنسميوهم بالدارجه الولسيس. ايه. هادو فيهم واحد الخلايا اخرين البلزميات، هما نوع من الكريات البيضاء اللي كيحاربوا لنا جميع الاجسام الغير الذاتيه ولا الاجسام الغريبه واللي كنسميوها حنايا المناعه الغير النوعيه. دونك المناعه العامه، اي جسم غريب غادي يدخل دونك غادي يتم المحاربه ديالو بهاد الكريات البيضاء، وعاد من بعد غادي نشوفوا المناعه النوعيه مع لي لينفوسيت. نعم. اذا باش يكون عندنا جهاز مناعتي سليم، خاص يكون عندنا هاد الاعضاء يكونوا سليمين ويكون عندنا انتاج بكميه دونك معقوله مزيانه وجوده مزيانه ديال الفعاليه ديال هاد الخلايا يكونوا خدامين مزيان. هنا فين كيدخل الدور ديال العوامل الخارجيه. دونك العوامل الخارجيه، دونك المناعه كتاثر بزاف ديال العوامل وبزاف ديال السلوكات، ولكن كاينين واحد الربعه اللي مهمين بزاف. دونك اول حاجه
هي التغذية وهي اللي غادي نهضروا عليها اليوم أساس. وي. تاني حاجة وهي الماء. دونك باش كيف ما كنعرفوا دونك الخلايا ديال الجسم كامل كتكون من نسبة كبيرة ديال الماء، تقريبا 95% ديال الخلايا كتكون من الماء. إذا باش يكون عندنا جهاز مناعتي سليم خاص الشخص يكون كيستهلك الماء بكمية كافيه. دونك على الاقل واحد جوج لترو ديال الماء في النهار. ما يمكنليناش نهضروا على التغذيه والشخص ما كيشربش لينا الماء بكميه كافيه مناسبه. وي. ثاني حاجه هي ممارسه الرياضه. الرياضه دونك عندها دور مهم في التخلص من لي غادي كوليب ولا الجذعات الحره. اييه الجذعات الحره. اي كيكون عندها واحد كتحفز لينا هذوك التفاعلات المضاده للاكسده، وهذه التفاعلات المضاده للاكسده كتدخل في التفاعلات ديال المناعه. دونك كتنشط لينا الخلايا ديال المناعه وكتعاون الخلايا المناعه انها يكون عندها دور مهم. رابع حاجه هي النوم. نعم النوم خاصو يكون بمده كافيه. دونك ساعات ديال النوم كافيه، وماشي غير ساعات نوم كافيه، خاص تكون حتى الجوده ديال النوم تكون كافيه. مزيان. دونك كيف ما كنسميو حنايا لو سومي ريباراتور، باش كيكون الجسم كيتخلص من داك التوتر ديالو اللي كنعرفوا انه كيأثر سلبا على المناعه. حاجه اخرى اللي مهمه وهي سلامه الجهاز الهضمي. باش كنهضروا على التغذيه خاص الجهاز الهضمي يكون سليم. دونك هذيك الجهاز الهضمي فهو كيتعتبر هو البوابه اولا المدخل ديال هاد العناصر الغذائيه اللي غادي ناخذو. دونك الا كان شخص عنده مشكل على مستوى الامتصاص اولا من غير المشكل ديال الامتصاص عنده مثلا كياخذ واحد التغذيه غير سليمه ومعها كياخذ عناصر غذائيه، ما غاديش يكون التفاعل ما بين هذوك العناصر، يقدر يخلي الامتصاص يكون غير كافي. وبالتالي الجسم ما غاديش يستفد من هاد العناصر وخا يتم استهلاكها. ثاني حاجه واللي هي مهمه بزاف وبدينا كنهضروا عليها بزاف في هذه السنوات الاخيره واللي العلم ثبت الدور الكبير ديالها في الصحه ديال الانسان ماشي غير في سلامه الجهاز المناعتي، وهي لا ميكروبيوت انتستينال اولا البكتيريا المعويه. نعم دونك البكتيريا المعويه دونك الخلق دونك فهي مخلوقات بكتيريات مفيده للجسم اللي كتحافظ على واحد التوازن على مستوى الجهاز الهضمي، وعندها كذلك دور مهم في الاستفاده من الاغذيه اللي كناكلو. مزيان. دونك هاد البكتيريا حتى هي كتاثر ببعض العوامل بعض الاغذيه، وغادي نشوفوا انها عندها حتى هي دور كبير في تقويه الجهاز ديال المناعه. نعم اجي نبداو اشنو هاد المواد؟ دابا حنا عرفنا الدور ربما ديال الميكانيزم ديال الذات كله انه خاصو يكون متفاعل وخاصو يكون خدام مزيان، هذا الى صح التعبير ديالي. دونك اجي نشوفوا معك شنو هي المواد اللي فعلا كتقدر تساهم في هذا الشيء كامل. الوغ بالنسبه للاغذيه دونك باش نشرحوا للناس، ما كاينش شي غذاء سحري. نعم. كنقولوا ليه غادي تاخذ هاد الخلطه وان شاء الله المناعه ديالك غادي تكون. أكيد. دونك خصنا كاين تكامل. كاين تكامل. دونك الاغذيه ما كاينش غذاء متكامل، وهي ولكن فالاغذيه كتكمل بعضياتها. صح. ثاني حاجه دونك الاغذيه الموسميه كلها كتكون مهمه للمناعه على حسب الفصل. صح. مثلا دابا فصل الخريف دونك كاين الرمان. اييه دونك الرمان حتى هو غني بالعناصر الغذائيه اللي مهمه. صح. للمناعه. صح. كاين السفرجل كذلك حتى هو غني جدا ببعض العناصر الغذائيه بحال الزنك بحال لا فيتامين او، دونك هادو مهمين بزاف في المناعه. دونك خصنا ملي نبغيو نستهلكوا دونك الاغذيه خصنا نشوفوا اول حاجه واش هذا الغذاء سي لا سيزون ديالو، حيت ملي ما كتكونش الموسم ديالو ما كيكونوش فيه كاع العناصر الغذائيه المهمه. نعم حيت كل حاجه سبحان الله حطها في واحد ربي في واحد الفصل الا وعندها واحد الفعاليه على الذات ديالنا. يعني كاينين مواد اللي كيتحطوا بحال مثلا تكلمنا على الدلح. الدلح كنشوفوه مثلا مع الصيف مع الحراره فكيكون فيه نسبه ديال الماء، وهذا الرمان كنقولوا فيه واحد نسبه ديال فيتامين سي، فيه مواد اللي هي ملي كنقولوا الحاجه اللي لا كولور ديالها غوج مفيده حتى على مستوى الدم والشرايين. تماما مفيد. السفرجل اللي تكلمتي عليه ربما الناس حنا ما
كاين ناس اللي كيستهلكوا، ولكن نقدر نقول حتى هو بين قوسين المواد الغذائيه اللي نقدروا نقولوا انها كتحقر شويه، لانه كيتكل وكيتسالك بطريقه طيب. قليله غير العشاقه كيف كنقولوا، غير الانسان اللي كيعشقوا هو فاش كياخذ يدير الصفرجل اولا كيدير الطاجين ديال الصفرجل اولا كيعسل الصفرجل. مي باش اننا نكونوا خارجين ونديروا ضمن المواد الغذائيه اللي خاصنا نمشيو للسوق نتقداو ناخذوها ربما قليل قليل تماما. دونك بالنسبه للاغذيه كذلك اللي مهمه، دونك كاينين بزاف ديال الفئات ديال الاغذيه. دونك اول حاجه كاينين لي سوبر اليمون او الاغذيه الممتازه اللي مهمه بزاف للجهاز المناعي. دونك كاينين الاغذيه الاولى دونك اللي كيكونوا من المشتقات ديال العسل او لي برودوي ديال النحل. دونك كاين العسل الحر، كاين لا جولي رويال وحبوب اللي هادو دونك اغذيه ممتازه لتقويه الجهاز المناعي حيت فيهم بزاف ديال لي زوليغو اليمون اللي مهمين للجهاز ديال المناعه. ممتاز. كاينين دونك الخضر الورقيه بحال لي زاسبيرج بحال البوارو، دونك هادو مهمين حيت كيكونوا غنيين بالالياف اللي كي اللي مهمين بوغ لا ميكروبيوت انتستينال او البكتيريا المعويه. دونك هادو كيتسموا دي بريبيوتيك اللي كيساعدوا هاد البكتيريات المعويه انها تبقى في توازن. نعم. كاينين كذلك المكسرات بحال اللوز، الجوز، الكركاع، الكاجو، البيستاش. دونك هادو حتى هما غنيين بالاحماض الدهنيه اللي مهمه لجهاز المناعه بحال لي اوميغا 3 لي اوميغا 6. دونك هادو كاملين مهمين للجهاز ديال المناعه. وعندنا دونك الفئه ديال لي زونتي اوكسيدان اولا مضادات الاكسده اللي كنلقاو فيها الفيتامينات، لا فيتامين سي ولا فيتامين او. دونك كيف ما كنعرفوا دونك لا فيتامين سي سي لا سيزون دابا ديال لي فروي، دونك الحواميد كاملين غنيين بلا فيتامين سي، ولكن خصنا نصحوا بعض المعلومات. دونك لا فيتامين سي هي فيتامين هي الفيتامين أولى العنصر الغذائي المهم بزاف في الجهاز المناعة، وهي فيتامين اللي كنلقاوها بزاف كنلقاوها في بزاف ديال الاغذيه، فواكه، خضار. ولكن سي لا فيتامين لا بلو سنسيبل، دغيا كتاثر مع الهواء، كتاثر مع الهواء وكيتم الاكسده ديالها، وكتاثر مع الحراره. نعم. اذا بحال مثلا الا قلنا الفلفله خضراء غنيه بلا فيتامين سي، الفلفله خضراء الا كليناها خضراء اما الا طيبناها صافي راه مشات لا فيتامين سي ما بقاتش صح فيها. صح. ثاني حاجه الا قلنا مثلا الليمون او البرتقال غني بلا فيتامين سي، الا كلينا البرتقاله صينه اما الا حيت عصرناها مع الاكسده لا بعد المرات غير الا قطعنا هذيك الليمونه وخلينا غير دقيقه صافي راه مشات، لانه الكونتاكت المباشر مع الهواء دغيا مع الاكسجين ديال الهواء كتم الاكسده ديالو، وبالتالي ما كيبقاش بحال اللي كيتبدل الصيغه ديالو الفيتامين سي وما كيبقاش يدير لنا المفعول ديالو. نعم. دونك هادشي مهم، هادشي تاع على الفخيز على الكيوي لان توا فيهم نسبه ديال الفيتامين سي، حيت نفس الفيتامين دونك نفس التفاعل مع مع الهواء مع الوسط الخارجي. اذا بغينا نستافدوا من الفيتامينات اللي كاينين في الاغذيه خصنا نعرفوا كيفاش نستافدوا منها. كاين كذلك لا فيتامين او، هي حتى هي فيتامين مهمه جدا للجهاز المناعه ولجميع الوظائف ديال الجسم، البشره، السلامه ديال الجهاز ديال الشرايين دونك الاوعيه الدمويه. دونك مهمه جدا كنلقاوها بالاخص في اللحوم او لا في الاسماك. اللحوم الحمراء ولا البيضاء؟ اللحوم الحمراء. ممتاز. ولكن خصنا نعرفوا الطريقه باش ناكلوا هاد لا فيتامين. دونك الا مشينا غنرجع معك حنان بديع واكيد غنشوفوا طريقه الاستفاده ديالنا من هاد الفيتامين او اللي قلتي كاين في اللحوم الحمراء وكاين في الاسماك. غنشوفوا الطريقه ديال الاستهلاك، لاني قلت لك قبيله انا بعد مره الطريقه ديالنا ديال الاكل ربما هي اللي كتساهم باش اننا ما كنستافدوش من هاد الماده. بحال مثلا تكلموا على البرتقال، الناس بزاف كتبغي تاخذوا عصير على اساس اننا مستفدنا من فيتامين سي، حنا ما خديناش الفيتامين سي. ومازالين كنتكلموا على التغذيه اللي كتقوي المناعه، وصلنا عند الفيتامين او تكلمنا على اللحوم الحمراء والاسماك، قلنا فيها هاد الفيتامين ولكن خاص يستهلك بواحد الطريقه باش نستافدوا بها. ياك دكتور حنان شنو هي الطريقه؟ تماما. دونك دونك كيف ما قلنا الفيتامين او كاين في الاسماك بالاخص دونك السردين، اسماك اللي كتكون دهنيه فوالا
في الحبوب وفي بعض اللحوم الحمراء، ولكن طريقة ديال الاستهلاك ديالنا مثلا بالأخص الأسماك هي اللي كتأثر لنا على الاستفادة ديال الجسم من هاد الفيتامين او. دونك كيف ما كيعرفوا الناس دونك ان الأغلبية ديال الناس كيستهلكوا السمك وهو مقلي، صح؟ دونك هاد الطريقه هادي دونك كتخلينا اننا ما نستافدوش نهائيا من بزاف ديال العناصر الغذائيه، ماشي غير الفيتامينات. طريقه بنينه ولكن غير مفيده، بنينه ولكن صح. من غير انها غير مفيده غير صحيه بتاتا، حيت كيكون دونك الزيت اللي قلينا فيه دونك كيكون تعرض لدرجه حراره مرتفعه بزاف، دونك كيولي سميتو، ومن غير ان كيكون كيتشبع هذيك الاغذيه كتشبع كذلك بالزيت اللي قلينا فيه، دونك كيولي فائض ديال الزيوت. والتعرض ديال هاد العناصر الغذائيه للحراره مفرطه اكثر، حيت كيف كنعرفوا درجه الغليان ديال الزيت راه 200 درجه، دونك فوق 200 درجه بعد العناصر الغذائيه كتفقد الفعاليه ديالها ومن بينها لا فيتامين او. نعم، دونك شنو الفيتامينات الاخرى او المواد الغذائيه اللي حتى هي ممكن نستهلكوها باش تساهم في ان المناعه ديالنا تكون مزيانه، اكيد بالعوامل الاخرى اللي ذكرنا في البدايه الحلقه. دونك كاين من بين الفيتامينات الاخرى كاينه لا فيتامين ا، دونك حتى هي مهمه بزاف صحه العيون، بزاف لصحه العيون. دونك لا بيتا كاروتين كتدخل دونك في التركيب ديال بعض الخلايا ديال النظر، وكذلك كتدخل في تقوية الجهاز ديال المناعة، وعندها دور في الفعالية ديال الخلايا المناعتية. تفضلي. إذن نمس هادو الفيتامين أ. هادو الفيتامين. دونك الفئة الأخرى هما المعادن أو الأوليغو إيليمون. دونك عندنا سيلينيوم. دونك فهو معدن اللي مهم بزاف لتقوية الجهاز المناعة، كنلقاو حتى هو في بعض الأسماك، كنلقاو في الحبوب. وكاين دونك الزنك اللي حتى هو دونك تشهر بزاف. الزنك تشهر بزاف مع فيروس كورونا صراحة. كورونا دونك حيت كان كيتعطى من بين الادويه اللي كتعطى في البروتوكول ديال كوفيد. دونك الزنك عنده دور مهم في تنشيط الخلايا المناعه، وبالاخص في تنشيط الخلايا المناعه المحليه على مستوى الجهاز التنفسي. ممتاز. دونك الزنك نقدروا نلقاوه حتى هو في بزاف ديال الاغذيه، بالاخص دونك اللفت الصفر هو غني. عرفتي باش كيعجبوني هاد الفقره؟ كتعجبني لان كنتكلموا على بزاف المواد ربما كنستهلكوهاش بشكل يومي، بحال دابا اللفت هضرنا عليه وعطينا الفوائد ديالو في كثير من الحلقه، وكل مره كنلقاو ان اللي كينفع يعني لبعض الامراض او في تغذيه بعض الامراض اللي ممكن ينفع في المناعه، دونك غنبداو نستهلكوا اللفت صراحه، ما بقاوش نضحيو في الكسكسو. ماشي غير اللفت البيض، خاص داك الصفر اللي فيه داك الدواره بالموف او اللي صفر او لا صفر كامل. مزيان. دونك وهذاك عنده دور حتى انه كيسخن الذات فاش كناكلوه، كيكون في الحل بارد دونك كيسخن الذات، كنقدروا نديروه حتى في لاسوب صح، من غير انه غير في كسكسو كنقدروا نديروه في لاسوب. الناس كتخاف من لي غاز ملي كنتكلموا على اللفت، كتقول لك غينفخني. الوغ المشكل ديال لي غاز هو ماشي الاغذيه هي اللي كدير لنا لي غاز، ولكن الناس اللي عندهم مشكل ديال لي غاز راه كيكون عندهم مشكل على مستوى الامعاء. ممتاز. مستوى هذيك البكتيريا المعويه. دونك هاد البكتيريا المعويه كيكون ما كيكونش توازن، وبالتالي كاينين بعض الاغذيه اللي كناكلوها كيتم ولا ملي كناكلوها بطريقه غير سليمه كيتم التخمر ديالها على مستوى الامعاء باش كيعطيونا هذوك الغازات. دونك الا كنا غادي ايفيتيو اننا ناكلو واحد الاغذيه اللي مهمه للصحه ديالنا غير على قبل واحد لانكونفور، كنظن ان هذه معادله غير عادله، غير عادله، غير متكافئه. نعم. دونك اللفت، اشنو الحاجات الاخرين؟ اللفت الصفر، اللفت الصفر، وكاين في الحبوب، كاين في اللحوم حتى هما، الحبوب بالاخص الحبوب الكامله مثلا القمح الكامل الزراعي، هادو حتى هما غنيين بالزنك. كاين المكسرات كذلك، في المكسرات بحال القرقاع لما كنظن القرقاع، وكاين المعادن اللي كنعرفوا دونك بحال الحديد،
النحاس حتى هما دونك الحديد راه كيف كنعرفوه دونك عنده دور مهم في المحاربه ديال فقر الدم وكذلك في تقويه المناعه بصفه عامه دونك كنلقاو في اللحوم دابا في المواد اللي كاينه دابا القطاني او كيف نسميوها القطنيه تماما غير هو غير باش نشرحوا دونك كاينين المواد الحيوانية اللي فيها الحديد وكاين المواد النباتية. المواد النباتية هي غنية بالحديد بحال القطنين العدس بحال السبانخ غنيين بالحديد غير هو الامتصاص ديالهم ما كيكونش بكمية كافية بحال الحيواني بحال الحيوانية ولكن حتى هي راه غنية بالحديد ومفيدة للصحة ديال الجسم. دونك الإنسان يوازن يعني اللحوم مرة العدس مرة اللوبيا مرة دابا لقيت الناس كيصيبوا البصارات هي كتكون مفيدة هادو مواد اللي كلها كتسهم في المناعة أو كترفع. تكلمت لي قبيلة على الماء حيت حنا دائما نتكلموا على الماء تنقولوا الماء مفيد للصحة ونقطة رجعنا إلى السطر ما كنتكلموش على الأهمية ديالو فعلا على الذات ديالنا شنو كيقدر يدير. ألو كيف ما قلت قبيلات الماء الجسم ديال الإنسان دونك واحد تقريبا 95% ديال الخلايا ديال الإنسان الخلية متكونة 95% من الماء. نعم دونك هاد الخلية اللي هي غادي تحارب لينا هاد الفيروس ولا هاد البكتيريا راه المكون الأساسي اللي فيها هو الماء. إلا كانت هاد الخلية غير مركبة بطريقة سليمة حتى الدور ديالها ما غاديش ديرو بواحد الطريقة سليمة بحال الإنسان. دونك إلا كان هاد الإنسان ما عندوش مثلا واحد البنية عضلية مزيانة ما غاديش يقدر يدير لنا واحد المجهود كبير. كذلك الخلية العنصر المهم اللي فيها إلا ما كانش متوفر لها بنسبة كافية وبواحد الجودة كافية ما غاديش تقدر تدير المفعول ديالها. حاجه اخرى ان التفاعلات ديال 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 المناعه دونك هذاك التفاعل باش غادي مثلا هاد الخليه اللمفاويه غادي تنتج لنا واحد مضادات الاجسام. هاد التفاعلات كاملين كتحتاج للماء. دونك الا ما كانش الماء ما غاديش يقدروا نديروا هاد التفاعلات. التفاعلات الالتهابيه دونك الالتهابات كيف كتشوفوا ملي كيكون مثلا pardon ملي كيكون واحد دونك واحد لاطاك خارجيه واحد الهجوم خارجي على الجسم مثلا دخل لينا واحد الميكروب على مستوى غادي نقول نيمبورتكو على مستوى الجلد اول حاجه غادي يجيو هذوك الخلايا الكريات البيضاء غادي يجيو غادي ياتاكيو لينا هذا الميكروب. دونك باش ياتاكيو لينا كيديروا لنا واحد لا رياكسيون انفلاماتوار اللي كنسميوها داك الالتهاب. هذاك الالتهاب من بين الحوايج اللي كيكونوا فيه هو الانتفاخ. هذاك الانتفاخ منين كيجي بالماء وي كينتفخوا الانسجه بالماء. دونك الا ما كانش عندنا هذا الماء بكميه كافيه دونك حتى يعني ما غيبانش الناس العرض ما غيبانش العرض وحيت هذاك الانتفاخ وهذاك الالتهاب راه في حد ذاته طريقه لمحاربه هذاك الفيروس. كنديروا ليه واحد الوسط اللي ما يقدرش يعيش فيه وبالتالي كنطلعوا الحراره كنجيبوا الخلايا المناعتيه كامله كتجي لهذاك الموضوع. دونك كيتم بحال اللي كنستقطبوا جميع الجيش ديالنا اللي كاين في الدات باش كيحارب لنا هذيك البلاصه. الا ما كانش الوسط اللي غادي تخدم فيه هذه الخليه ملائم ما غاديش يتم محاربه هذه البكتيريا. ممتاز. دونك اليوم شفنا معاك ربما واحد التوغ مزيان على المواد الغذائيه اللي كترفع المناعه ربما مني بدا الفيروس ديال كورونا اللي مازال والناس خاصها دائما ترد البال ديالها والاحتياطات ديالها واكيد نقدروا قدر الامكان. باقي لك نقطه اكيد ياك غنختموا بها الانسان يرد البال الماكله ديالو كيف قلتي ماشي فقط اننا ناكلوا بشكل متوازن وجيد الرياضه شربنا د الماء ربما الذات ديالنا كلها خاص يكون الميكانيزم ديالها خدام بشكل هو مزيان. اشنو النقطه الاخيره؟ واحد النقطه اخيره واحد المكون اللي مهم هما لي بروبيوتيك حيت هضرنا على البكتيريا المعويه كاينين لي بروبيوتيك. لي بروبيوتيك هضرنا عليهم قبل هما المواد الالياف اللي كتخلي ان البكتيريا اللي لداخل انها دير. كاينين لي بروبيوتيك وهما اغذيه اللي كتكون غنيه ببكتيريات حتى
هي بحال مشتقات الحليب اللي كتكون مخمره بحال الياغورت بحال الريب بحال الخميره البلديه. دونك هادو اغذيه اللي كيكونوا فيهم واحد البكتيريات اللي حتى هي مفيده البكتيريا المعويه كتخليها انها كتخلي لينا هذاك التوازن باش كتستافد حتى هي من العناصر الغذائيه اللي كنعطيوها وكتخلي لينا التوازن على مستوى الجهاز الهضمي باش ما يكونش خلل حتى ديال المناعه. نعم ممتاز. دونك احنا شفنا ربما ان كل ماده خاصنا نستافدوا منها وخاصه المواد اللي كتجي في واحد الموسم معين لان ما جات في ذاك الموسم الا وعندها فائده على الصحه والذات ديالنا سواء من ناحيه ديال الفيتامينات او المكونات او المعادن اللي فيها من ناحيه الاستهلاك ديالنا. ربما كيف قلتي الاسماك ربما الطريقه الغلطه اللي كنديروا اننا كنقليو ولكن نقدروا نقولوا السردين من الاسماك اللي بزاف الناس كتبغيه مشوي. هاد الطريقه ديال الشوي ديالو واش حتى هي مفيده احسن من القلي اولا في الفران؟ لو ان الناس كتمشي كتنقص من القلي في السردين في المواد الاخرى كذلك. تكلمنا اليوم على الفواكه اننا ناكلوها صينه اولا طريه احسن من اننا ناخذوها عصير. يعني اليوم خدينا بزاف المعلومات معك دكتور حنان بديل اللي انت اخصائيه في الامراض في الاوبئه او الامراض الفيروسيه. كنشكرك بزاف على الحضور ديالك الوقت ديالك ايضا جميله وكنتمنى ان هذه الفقره تكون كانت مفيده للمستمعين الكرام. اكيد من لا شك فيه ان شاء الله. شكرا لك بزاف على الحضور واكيد لنا لقاء ان شاء الله دائما من خلال برنامج هذا الاسره. صباح الخير عليكم المستمعين والمستمعات من جديد. كيف قلنا اليوم نتكلموا على صحه القلب رفقه البروفيسور انس السعيدي اللي هو مختص في امراض القلب والشرايين. صباح النور. مرحبا. لاباس عليك؟ اذا اليوم باش نتكلموا اليوم غنديروا بحال دروس فأمراض القلب رفقتك البروفيسور حنا غنقراو علاش لا بما ان تنتكلموا على الامراض القلبيه وتكلموا على الامراض القلبيه الوعائيه. اليوم حنا غناخذوا جزء من هاد الامراض هادي وغنتكلموا على تصلب الشرايين لان هي محيطه بالقلب ديالنا وحتى هي ربما لي بالوظيفه ديال القلب. فاليوم غنتكلموا على تصلب الشرايين اللي بزاف الناس كتبغي تسول عليه كتبغي تعرف شنو هو كتبغي تعرف واش عنده اعراض اولا لا وكتبغي كذلك تعرف شنو الاسباب ديالو. وملي كنتكلموا على امراض القلب دائما كنسولوا حتى على الوراثه. فاليوم غنتكلموا على تصلب الشرايين ونشوفوا بعدا شنو هي معك. واكيد مرحبا بالاسئله ديالكم المستمعين والمستمعات على 0522 36 0536. شنو هي تصلب الشرايين؟ شكرا للاستضافه الجميله. مرحبا دائما. تصلب الشرايين هو واحد المشكل اللي كيصيب الشرايين ديال الجسم واللي ناتج على بزاف الاسباب اللي غنقدروا نناقشوها من بعد. اش كيوقع في تصلب الشرايين؟ هما الشرايين اللي كيغذيو واللي حنا اللي كيهمونا هما الاعضاء النبيله. الشرايين اللي كيغذيو هاد الاعضاء النبيله كيوقع لهم انهم كيتجمع فيهم نقدروا نقولوا الكوليسترول والسكر اللي ما بقاتش مزيان والطونسيون اللي كانت طالعه بزاف العوامل وكيوقع فيهم انهم كيقصحوا هاد العبوقه وكيوليو يضيقوا من الداخل ديالهم. هاد التضيق من الداخل ديالهم على حساب هاد الشرايين فين كاين؟ كاين في القلب او كاين في الراس او كاين في الكلاوي او كاين في الرجلين. فهو كيعطي واحد الاعراض ابتداء من واحد الدرجه ديال التضيق. نعم. يعني هاد المرض ديال تصلب الشرايين هو مرض اللي كيحيلنا على بزاف الامراض لان على حساب الشرايين اللي غيتصلب واللي غيتضيق فين كاين على حساب المشكل فين كيعطينا. فاذا كان هاد الشرايين اللي كيتصلب وكيتضيق كاين في القلب فهو اللي كيكون السبب ديال الذبحه الصدريه اللي هو كيقيس الشرايين التاجيه. اذا كان هاد التصلب ديال الشرايين ولا التضيق ديالهم كاين في الكلاوي فهو كيعطينا القصور الكلوي. نعم. الا كان في الدماغ فهو اللي كيعطينا السكته ولا نقدروا نقولوا السكته الدماغيه. الا كان في الرجلين فهو اللي كيعطينا دوك الرجلين اللي كيتقالوا على الناس ولا كيزرقوا بعض الخطرات ولا كيكسبوا واحد المشكل في الرجلين. يعني هو واحد المرض عام كبير اللي هو على حساب البلاصه اللي تقاسوا فيها هاد الشرايين ولا اللي تقاس فيها اكثر هاد الشرايين كيعطينا المرض على حساب العضو النبيل اللي تصاب به. نعم. دونك ملي تقول لي ان تصلب الشرايين لي بالاعضاء او للعرق او لهذا اللي تبوشه كيف كنقولوا تماما كتعطي الم على ذاك المستوى. ملي كنشوفوا هذه المساله يعني راه الاعضاء النبيله فعلا ملي كنقولوا الكلي ملي كنقولوا الدماغ ملي كنقولوا الاطراف او الرجلين ملي كنقولوا هذه الامور كلها الناس غتبغي تعرف حيت في كثير مرات دكتور ما كنردوش البال الاعراض ما كنعرفوش واش عندنا فعلا شي حاجه بحال فاش كنا تكلمنا على ربما على السكتات القلبيه او شي حاجه ملي تكلمنا على النخسه اللي كتشد جهه القلب ملي تكلمنا على هذه الامور كلها بزاف الناس ربما
ماشي ما كتردش البال، مي ما كنهتموش بشكل كبير او لا ما كنمشيوش نربطوها بامراض. هنا الناس ملي غتكلم ملي تنتكلموا على تصلب الشرايين، اشنو العرض الاول اللي كيقدر يبان ونقدروا نقولوا انه سين خاص الانسان يشخص عليها؟ واش كاينين اعراض متتاليه؟ واش هو من الامراض الصامته ما تعطي شي اعراض حتى الانسان صافي تيتبوش هذاك العرق ولا شي حاجه على هذه المستويات ديال الاعضاء النبيله اللي تكلمتي عليها؟ هو تماما السؤال جيد وجيد بزاف، لان كيف قلتي عجبتني كلمه ديال الصامته، فهم بين الامراض اللي نقدروا نسميوه القاتل الصامت. علاش؟ لان هذا التصلب ديال الشرايين اللي نقدروا نشبهوه، نعطيكم واحد المثال سهل اللي نقدروا نشبهوه شويه بحال الكالكير في التجويد ديال الماء، فهو كياخذ سنوات وحنا الانسان ما كيحس بوالو، لان سنوات، لان داكشي ما كيكونش في شهور ولا في اسابيع، كياخذ سنوات، وهاد الشرايين كيتصلبوا وكيتجمع فيهم بعض المواد اللي ما مزياناش باش كيضيقوهم، ما كنحسوش به، والانسان عموما يمكن يحس به، ما كنبداو نحسو به. داك الدرجه ديال التصلب والتضيق كتهم واحد البلاصه معينه وواحد التضيق اللي كيفوت غالبا واحد 50% ديال القطب ديال الشرايين. عاده كيبداو بعض الاعضاء على حساب العضو اللي مقيوس، يعني لسوء الحظ يمكن نفوتوا واحد المده كبيره وما نحسوا بوالو، سنوات كيف قلنا ما نحسوا بوالو، عاده واحد النهار عاده كيبداو يبانوا الاعراض على حساب العضو المقيوس. داكشي علاش الا كان شي حاجه مهمه اللي اننا نركزوا عليها اليوم، فهي نركزوا على الوقايه. الوقايه هي اهم حاجه اللي يمكن تحمينا من هذه المساله، لان ما يمكنش نتنبؤوا بها قبل، ما كنتنبؤوا بها لسوء الحظ حتى تيكون داك العضو تقاس بواحد الدرجه مهمه عاد كيبدا يعطينا الاعراض ديالو. نعم. هنا دكتور انس، احنا الناس ملي غنتكلم نقول لها احنا من الاعراض الصامته ما كتعطيش اعراض، راه انا وتخلات باش يكونوا يعني حيت ملي نتكلموا على شي حاجه اللي في الذات ديالنا واللي هما شرايين، يعني كاينين عندنا كاملين، ممكن انها كل واحد فينا ممكن انها فعلا يوقع له التصلب ديال الشرايين. واش مرتبطه بعمر بالاعمار هذا التصلب الشرايين او لك اي شخص في اي مرحله عمريه؟ وهي مرتبطة بالعمر، هي غالبا كتبدا، نقدر نقولوا بان تصلب الشرايين كيبدا عند جميع الناس تقريبا، عند جميع الانسان ابتداء من 25 30 سنه كلشي كيبدا عنده. بقى الفرق هو واش هذا التصلب وهذا التضيق كيوصل لواحد الدرجات كبيره اللي كياثر على العضو اولا كيبقى خفيف وما كياثرش. كيف قلت لك انا كنحيل لكم دائما على المثال ديال التيوات ديال الماء وديال الكالكير، فهي نفس الشيء. يمكن التيوات ديال الماء، يمكن بزاف التيوات اللي خدامين وخا فيهم شويه الكالكير لاصق، انما الماء دايز اغلبيه الناس كيبقاو هكا. انما كاينين بعض الناس اللي هما عندهم بعض العوامل اللي كتزيد ان هذا التصلب والتضيق كيزاد، اللي كيسبب لهم في بعض البلايص ديال الشرايين انهم كيضيقوا ولا كيتصلبوا اكثر من اماكن اخرى. وهاد العوامل هما العوامل اللي كندويو عليهم كل خطره غنذكروا بهم. كيف قلتي ربما كنتكلموا على تيود الماء، وهذا كنقولوا هاد المسائل كتحتاج صيانه، فصيانه القلب كيفاش غتكون؟ نشوفوها معك دائما وغنشوفوا العوامل ربما المساهمه، نشوفوا كذلك واش الوراثه كتدخل في هذه المساله او لا، لان كنشوف بزاف ديال الامراض كتكون الوراثه، فبالتالي اذا كانت الوراثه فكنتكلموا على الجانب الوقائي او الجانب الاحترازي، ان الانسان يرد البال من هذه المساله هذه. غنتكلموا كذلك على ملي قلنا انه كيبقى صامت، واش المده كطول ديال ذوك الاعراض الصامته ما كتبانش، ومني كتبدا تبان كيفاش كتبان؟ يعني واخا الانسان يوصل لواحد المرحله، حيت كاين الناس اللي غيوصلوا لواحد المرحله مي ما غيمشيوش يشخصوا، غيقولوا مساله عاديه او لا علم الله باش غيربطوها. كل واحد مثلا ملي كيكون الالم على مستوى الرجلين او المفاصل تحت، بزاف الناس كربطوها بالوزن، كربطوها بزاف الامور، ملي تيكون على مستوى الدماغ كربطوها بزاف ديال الحاجات، يعني ما كنكونوش واضحين في هاد العرض واش لي بالامراض ديال القلب والشرايين. شوف اجي كل رفقتك دائما البروفيسور انس السعيدي، انت اخصائي في امراض القلب والشرايين، وكل مستمعين ومستمعات اللي يقدروا يتواصلوا معنا دائما، رقمنا راه الاشاره 0522 36 0536، على شذا يفهم مستمعات دائما، على شذا يفهم مثلا كنسولوا على صحه القلب والشرايين. رفقه البروفيسور انس السعيدي، وصلنا وكنتكلموا على تصلب الشرايين، شفنا انه من امراض القلب أو الذات، لأنك تي كتمشي على حسب الأعضاء النبيلة اللي كتقيس أو ذاك العرق، حيت كيف كنقولوا حنا بالدارجة كيتبوشة، إما على صحة الدماغ، الكلي، المفاصل ديالنا، القلب، فكل عرض وفين كيبان. قلتي أنا أعراض صامتة ما تتبانش، واش المدة ديال الصمت ديالها كتكون شوية طويلة أو لا دغيا كديكلونشا وكتبان الأعراض؟ كيف قلنا فممكن ان التصلب يكون خفيف والتضيق يكون خفيف، الانسان يعيش به حياته كامله وعمره ما يتشكى من اي حاجه. دونك تقدر تسمو طول المده فعلا، طول المده، واخا كاع
نفترضوا اننا اللي دبنا واحد سكانير ولا دبنا واحد راديو ليبي اللي ان تضيق خفيف حتى هو مخصوم يدام يداب الاول. نعم. لانه هو كيتصاب كيف قلنا الانسان كامل كيف قلنا بحال دوك التيوا ديال ما كاع التيوا ديال ما في العالم فيهم شويه انما وقتاش كيوقع المشكل هي ملي كيوصل التضيق والتصلب لواحد الدرجه كبيره وكيحتاج ديك الساعه للعلاج. نعم. غير هما كيبقاو لسوء الحظ جوج الحالات. كيبقى يا اما كتكون الاعراض خفيفه وهذه مزيانه يعني الاعراض كتكون خفيفه انسان كيحس بها بحالاش تقريبا بحالاش على حساب العضو مثلا الا خدينا القلب فكان الانسان كيحس ما ملي كيدير مجهود بان القلب كيتزيب عليه ما ملي كيكون مستريسي ولا عنده شي مشكل كيحس بان الصدر ديالو كيتزيب عليه يعني كاين واحد القلب اللي فيه واحد المرض ملي كتكتب عليه الضغط كيبان. نعم. فملي كنتكلم على ستريس دكتور وكنحسوا بشي حاجه على مستوى القلب ديالنا كنقولوا سي نورمال علاش كناخذوها بشكل عادي كنقولوا عادي يعني ان تقلقت او تعصبت او كان عندي ستريس وحسيت بقلبي تزير عليا عادي. قلبي تزير عليا في انواع لان داك النوع اللي متخصص بالامراض ديال الشرايين هو كيحس كتحس بواحد الثقل على الصدر ديالك والانسان ولا المريض ديك الحاله كيشد في حوايجو اللي نقدروا نقولوا كيحس بان شي حاجه كبيره واحد الثقل كبير فوق من الصدر ديالو اللي كيفوت بشويه مع الوقت يعني ما كيكون بالمجهود او لا كيكون بواحد القلق او لا كيكون بواحد التوتر يعني في واحد الحاله اللي القلب كيطلب فيها اكثر الاكسجين وكيخدم اكثر ملي كيخدم اكثر كيبان العيب كيف تنقولوا تقريبا. نعم. هذه اللي خدينا القلب بالنسبه للاعضاء الاخرى بالنسبه للفجلين الفجلين مثلا بالنسبه للشرايين ديال الفجلين كيكون الانسان مثلا ملي كيكون جالس عادي تيقول لك مثلا ملي كنتمشى واحد 100 متر ولا 200 متر الفجلين كيتقالوا عليا. نعم. علاش؟ لان نفس المشكل ان العضلات ديال الفجل حدك انت قالت ما كتستهلكش الاكسجين بزاف ملي كيبدا الانسان كيتمشى وكيبداو العضلات كيستهلكوا ما كيبقاش كافيهم داك الدم اللي داز دوك العواقه اللي مضيقين ملي كيكونوا الاعراض هكا خفيفه على حساب العضو وكيكون ممكن الانسان انه يدوز عليهم عند الطبيب فهي مزيانه. المشكل فين كيبقى؟ المشكل كيبقى ملي كتكون الاعراض كتكون مفاجئه وبدرجه خيبه بحال ديك الذبحه الصدريه او بحال الفجلين اللي كيزرقوا وكيمشي منهم الدم بصفه نهائيه. صح. هو داك الاختناق 100% اللي يقدر يجي بلا اعراض استباقيه. ملي كتكون الاعراض خفيفه فهو الحل دائما كاين لان المريض يقدر انه يدوز ويقدر انه يلقى الحل. ملي كيكون المشكل مفاجئ وجاب درجه مفاجئه وكيكون اختناق كلي ناتج على اختناق كلي في الشرايين فهنا في كتكون الحاله المستعجله وكتكون الانسان خصو يستشفى في اقرب وقت. نعم. دونك شفنا معك ان كاينين اوقات اللي ربما كنقدروا نقولوا ديروا يعني انا ملي كنديروا المجهود ملي كنكثروا على هاد الشرايين هادو وتما في كيبان العرض على حسب هاد الشريان اللي باي عضو من الاعضاء ديال الذات ديالنا. وتكلمت لي قبيله قلت لي يعني كاينين الناس عندهم واحد العوامل اللي كتقدر تسهم في ان يبانوا هاد الاعراض. شنو هما هاد العوامل هادي المساهمه اولا العوامل دو ريسك اللي كتبين فوال فهما نفس العوامل اللي كندويو عليهم في القلب واللي كرناهم بزاف الخطبات فهما بالنسبه فذكر. كان تماما فكاين العوامل اللي ما يمكنش نتحكموا فيها غير متحكم فيها نقدر نقول بين قوسين كاين العوامل المتحكم فيها. نعم. العوامل غير متحكم فيها ما كيهموناش بزاف. علاش؟ لان بعدا ما نديرو لهم شنو هما ولا كنذكروا بهم شنو هما هاد العوامل اللي هما لا بلاتي سديتي لي الباب زعما بعدا ما نديرو بهم يلا نمشيو لا كنقول اننا غنذكروا بهم انما ما مهمينش بزاف لان ما عندهمش الحل تقريبا بين قوسين. علاش؟ لان نقدر نقول لكم بان الراجل معبد اكثر من المراه. نعم. الراجل ما عنده ما يدير الراجل ما عنده ما يدير هيدي تم بصحه القلب ديالو نقدر نقولوا المراه ابتداء من انقطاع العاده الشهريه فكتولي بحال الراجل في لو ريسك ديالها كيوليو قد حيت المراه كتكون محميه شويه بالهرمونات ملي كتكون صغيره. نقدر نقولوا بالنسبه للعمر يعني ابتداء من 65 سنه 60 سنه كيولي انسان معرض اكثر لهاد الامراض بالنسبه لهذا. وكاين العامل ديال الوراثه اللي ممكن كاينين بعض العائلات ولا بعض الافراد اللي من الوراثه كيكونوا انهم مهيئين انهم يطوروا هذه المرض ديال تصلب الشرايين وتهدي ما عندنا ما نديرو لها. انا اللي كيهمني اكثر هما العوامل المتحكم فيها او المتحكم فيها يعني العوامل اللي عارفينها واللي ممكن نديرو لها شي حاجه. هاد العوامل شنو هما ارتفاع الضغط الدموي اللي خاص الانسان يراقبه ويتحكم فيه مزيان ويتبع الدواء ديالو اللي عنده
داء السكري اللي خصو يتراقب حتى هو بطريقه منتظمه وخص الانسان يوقف عليه باش يكون كيف تنقولوا الخزان ديال السكر مقاد مزيان والسكر ديالو مقاد. الكوليسترول والنسبه ديال الكوليسترول اللي خصها تكون مقاده. التدخين اللي خاص الانسان يقلع عليه وبصفه نهائيه. وبطبيعه الحال حنا دائما كنوصيو بالسمنه اللي خاص الانسان ينقص من الوزن ديالو ويحاول يقاد لاطاي ديالو. وبطبيعه الحال الوقايه الزوينه اللي هي ديال الرياضه وديال الماكله المنتظمه والصحيه. نعم اجي نتكلموا على كل عنصر تقريبا على حده. تكلمتي على الناس اللي عندهم ارتفاع الضغط الدموي. كنعرفوا ان كاين عوائل اللي حتى هي كنقولوا الطونسيون عندهم وكاين الناس اللي تعيشات معاه وكاين الناس اللي مره دونك اجي دائما انا كنبغي نذكر بهذه المساله هذه دائما الصغيره والكبيره في الطونسيون. الناس دائما على حسب الاعمار شحال خاصو يكون عندها ديال لا طونسيون. علاش؟ لان بعض المرات كنشوفوا ان كاين فئات اللي كيكون طونسيون ديالها قليل ولكن متعايشه معاه يعني انهم هما هكاك هما عندهم طونسيون قليل معايشين معاه. وكاينين الناس اللي كيوصلوا لواحد العمر معين كاين واحد الطونسيون شويه عالي وحنا كافراد كنخافوا لكن تبقى كاطباء كتقولوا نورمال بالنسبه لهذا العمر هذا. اجي نتكلموا على هذه المساله باش نعطيو اشاره لكل الناس لان طونسيون سكر من الامراض اللي نقدروا نشوفوها في كل منزل مغربي. الا ما شفناش واحد الكا كنشوفوا جوج اولا ثلاثه. دونك نذكروا بها واكيد مرحبا بالاسئله ديال المستمعين على الرقم ديالنا اللي هو 0522 36 0536. ارتفاع الضغط الدموي شحال خاصو يكون؟ ارتفاع الضغط الدموي ارتفاع لان دويتي اخت جميله على انخفاض. انخفاض الضغط الدموي عموما كان عامل ديال امراض القلب. هو كيكون عامل الانسان كيعيا كتكون هو كيصاب غالبا العيالات فواحد السن مبكره. لي جون بنات ديال بين 10 و 30 سنه تقريبا كيطيح لهم طونسيون بزاف. مي هذا عموما كان عامل ديال القلب. هذاك ولكن انا تكلمت على القياسات حيت كاينين الناس مثلا انا غنعطي غير مثالا كاين الناس اللي كيكون عنده 7 على 10 او 8 على 10 او 9 على 10 ولكن كتكون نورمال الحياه ديالو انه كيمشي بها فكيقول لك انا دائما طونسيون ديالي قليل بحال هكا. ماشي مشكل هذاك الا كان طونسيون قليل والانسان معايش به مزيانه مخيره. ما عندنا ما نديرو ليه خصو يشرب مزيان الماء باش كنحاولوا نكبوا شويه نسبه الدم اللي كيدور في الجسم باش الطونسيون يطلع واحد شويه. هادشي اللي كاين. اللي كيبرزتنا ولا اللي بصعيب اكثر هو ارتفاع الضغط الدموي. نعم وهذا ارتفاع الضغط الدموي التعايش ديالو ما عنده حتى معنى. نعم ما كاينش التعايش مع ارتفاع الضغط الدموي. الضغط الدموي هو عباره باش نسهلوها هو عباره عن ارقام خاص يكون عندنا الارقام. ملي كنعبروا الضغط الدموي تكون عندنا ارقام اللي داخله في الحدود ديال الضغط الدموي العادي واللي كنعاودوها كل خطره اللي هي اقل او تساوي 140 على 90 يعني 14 كيف كنقولوا في الكبيره على 9 في الصغيره. اي هو ضغط دموي اللي هو مرتفع على 14 على 9 فهو ارتفاع الضغط الدموي وخاص الانسان ياخذ ليه الدواء كان عنده الاعراض او ما كانش عنده. نعم ممتاز. دونك شفنا هذا القياس النورمال واش هذا القياس كيتغير حسب السن. نرجع معك غير ناخذ سؤال ديال فخر الدين من الدار البيضاء. فخر الدين صباح النور. السلام عليكم اختي جميله. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا سيدي. بارك الله فيك. كنشكرك بعدا وكنشكر مستقبل المكالمات واذاعه الشهاده وكنشكر الدكتور اللي معك. شكرا لك. مرحبا سيدي. بغيت نسول الاستاذ على الدكتور هذا على عندي جوج اسئله. وي السؤال الاول واش هذا المرض هذا خطير؟ نعم تصلب شرايين. السؤال ديالي الثاني واش عنده شي دواء؟ واخا عند طرق تاع علاج. هما الاسئله ديالي. الله يجازيكم بخير. نعم شكرا لك بزاف فخر الدين واكيد الشكر موصول لكل المستمعين والمستمعات اللي قدروا يتواصلوا معنا. دائما رقمنا راه الاشاره 0522 36 0536. كنتكلموا على تصلب الشرايين رفقه البروفيسور انس السعيدي. تكلمنا على التونسيون وتكلمنا على ان 14 على 9 هذا قياس للجميع او لا كيختلف؟ باش نسهل الامور قياس الجميع. قياس الجميع ابتداء من سن البلوغ. نعم باش نكون متفقين ان الدراري الصغار غالبا ما كيكونش ارتفاع الدم يعني ابتداء من سن البلوغ. كان تطورت بعد الوصايا ديال الشركات الاوروبيه والامريكيه باش انهم بدلوا شويه القياسات. كنقولوا 140 كنقولوا الناس الكبار 135 كنقولوا اللي بين 40 و 60 130. في الاخر رجعنا ان 14 9 باش تكون الامور سهله. 14 9 خاصها تكون اقل او تساوي 14 على 9. نعم حيت كنشوفوا ما عرفت انا هذه كمعلومه تنسمعها وبزاف الناس ربما غتقول جميله فعلا كنسمعوها. ملي تنشوفوا الناس الكبار كنلقاو عندو 15 على 9 16 على 9. كاين ناس اللي كيقول لك
لا راه ماشي مشكل عادي بالنسبه للانسان اللي هو كبير. كنتكلم على الناس من 60 سنه للفوق. واش هاد المعلومه صح او لا؟ حتى هما خاص الطونسيون ديالهم يكون 14 على 9. هاد المعلومه لسوء الحظ ما كايناش غير على عند الناس هكا العامين، كاينه حتى عند بعض الاطباء. باش نقول حتى بعض الاطباء كيشوف المريض مثلا عنده 15 على 9 او لا 16 على 10 او لا شي حاجه كيخليها لك. لا هذا خطا كبير، خطأ كبير، لأن أي ارتفاع الضغط الدموي، أي نسبة ديال الارتفاع واخا تكون غير نسبة ديال 10% ولا 15% عندها المخلفات ديالها في السنوات اللي غتجي. يعني 16 على 9 ما غنشوفوهاش حنا في الوقيتة اللي خدينا الطونسيون المريض، ما خصنا نشوفو بأن هذا واحد السيد اللي عايش ب 16 على 9 مثلا 10 سنين أو 20 عام. أوي. يعني دابور المخلفات ديال داك الضغط الدموي غادي تكون على دوك الشرايين. واش غيبانوا واحد النهار أو لا ما غيبانوش هذا اختلاف فيه، غير إنما دابور عنده مخلفات على الشرايين. يعني أي ارتفاع الضغط الدموي اللي فيه 17 على 9 خصو الدواء. في حاله الا كان فيت شويه، يعني لقينا 14 ونص 15 وقدرنا اننا نوصلوا المريض باش انه يدير واحد الريجيم ديال الملحه وانه يقوم بشويه الرياضه، فنقدروا اننا ما نعطيوش الدواء. الا كان شويه طالع بواحد ولا واحد ونص نقدروا اننا نوصلوه في الاول رياضه الا ما كانش كبيره، والتغذيه تكون مزيانه وينقص من الملح ويعاود النظام الغذائي والنظام الصحي ديالو، فنقدروا اننا نربحوا. الا ما ربحناش بواحد المده ديال 3 شهور فخصنا دابور ندوزوا الدواء. نعم ارجعوا نتكلموا على الجيمات اللي كتخص لاطونسيون. ملي تكلمتي على نقيص ديال الملح، كاينين الناس اللي كيحيدوا الملح، نرجعوا نشوفوا هذه المساله هذه. واكيد مرحبا دائما بالتساؤل لات ديال كل مستمع ومستمعات فيما يخص تصلب الشرايين. نرجعوا كذلك نشوفوا طرق ديال التشخيص ملي الانسان كيوصل لمرحله معينه وطرق ديال العلاج. واكيد ملي تنتكلموا على الوقايه دائما كنذكروا بها، لان قلتي هو الحل ربما الامثل باش نحافظوا على صحه القلب ديالنا وصحه الشرايين ديالنا. اكيد مرحبا بكل مستمع ومستمعات من خلال التواصل ديالهم على 0522 36 0536 على شاده فهم. دائما على الشاده فهم مثلا كنسولوا على صحه القلب والشرايين. رفقة البروفيسور انس السعيدي وصلنا وكنتكلموا على تصلب الشرايين. شفنا انه من امراض القلب او الدهت، لان قلتي كتمشي على حسب الاعضاء النبيله اللي كتقيس او داك العرق حيت كيف كنقولوا حنا بالدارجه كيتبوشا، اما على صحه الدماغ، الكلي، المفاصل ديالنا، القلب. فكل عرض وفين كيبان. قلتي انا كتعرض صامته ما تتبانش، واش المده ديال الصمت ديالها كتكون شويه طويله او لا دغيا كديكلونشا وكتبان الاعراض؟ كيف قلنا فان ممكن ان التصلب يكون خفيف والتضيق يكون خفيف، الانسان يعيش به حياته كامله وعمره ما يتشكى من اي حاجه. دونك تقدر تسمو طول المده فعلا. طول المده هو خاكاع نفترضوا اننا اللي درنا واحد سكانير ولا درنا واحد راديو اللي يبين لنا ان التضيق خفيف، حتى هو مخصوم يدا ما يدا بالاول. نعم. لانه هو كيتصاب كيف قلنا الانسان كامل كيف قلنا بحال دوك التيوا ديال ما كاع التيوا ديال ما في العالم فيهم شويه انما وقتاش كيوقع المشكل هي ملي كيوصل التضيق والتصلب لواحد الدرجه كبيره وكيحتاج ديك الساعه للعلاج. نعم. غير هما كيبقاو لسوء الحظ جوج الحالات. كيبقى يا اما كتكون الاعراض خفيفه وهذه مزيانه، يعني الاعراض كتكون خفيفه الانسان كيحس بها بحالاش تقريبا بحالاش على حساب العضو مثلا الا خدينا القلب فكان الانسان كيحس ما ملي كيدير مجهود بان القلب كيتزيب عليه، ما ملي كيكون مستريسي ولا عنده شي مشكل كيحس بان الصدر ديالو كيتزيب عليه. يعني كاين واحد القلب اللي فيه واحد المرض ملي كتكتب عليه الضغط كيبان. نعم. فملي كنتكلم على ستريس دكتور وكنحسوا بشي حاجه على مستوى القلب ديالنا كنقولوا سي نورمال، علاش كناخذوها بشكل عادي؟ كنقولوا عادي يعني ان تقلقت او تعصبت او كان عندي ستريس وحسيت بقلبي تزير عليا عادي. قلبي تزير عليا في انواع، لان داك النوع اللي متخصص بالامراض ديال الشرايين هو كتحس بواحد الثقل على الصدر ديالك، والانسان ولا المريض ديك الحاله كيشد في حوايجو اللي نقدروا نقولوا كيحس بان شي حاجه كبيره واحد الثقل كبير فوق من الصدر ديالو اللي كيفوت بشويه مع الوقت، يا اما كيكون بالمجهود او لا كيكون بواحد القلق او لا كيكون بواحد التوتر، يعني في واحد الحاله اللي القلب كيطلب فيها اكثر الاكسجين وكيخدم اكثر، ملي كيخدم اكثر كيبان العيب كيف تنقولوا تقريبا. نعم. هذه اللي خدينا القلب بالنسبه للاعضاء الاخرى. بالنسبه للفجلين، الفجلين مثلا بالنسبه للشرايين ديال الفجلين كيكون الانسان مثلا ملي كيكون جالس عادي تيقول لك مثلا ملي كنتمشى واحد 100 متر ولا 200 متر الفجلين كيتقالوا عليا. نعم. علاش؟ لان نفس المشكل، لان العضلات ديال الفجل حدك انت جالس ما كتستهلكش الاكسجين بزاف، ملي كيبدا الانسان كيتمشى وكيبداو العضلات كيستهلكوا ما كيبقاش كافيهم
داك الدم اللي داير دوك العواقه اللي مضيقين. ملي كيكونوا الاعراض هكا خفيفه على حساب العضو وكيكون ممكن الانسان انه يدوز عليهم عند الطبيب فهي مزيانه. المشكل فين كيبقى؟ المشكل كيبقى فملي كتكون الاعراض كتكون مفاجئه وبدرجه خيبه بحال ديك الذبحه الصدريه او بحال الرجلين اللي كيزرقوا وكيمشي منهم الدم بصفه نهائيه. صح. هو داك الاختناق 100% اللي يقدر يجي بلا اعراض استباقيه. ملي كتكون الاعراض خفيفه فهو الحل دائما كاين لان المريض يقدر انه يدوز ويقدر انه يلقى الحل. ملي كيكون المشكل مفاجئ وجاب درجه مفاجئه وكيكون اختناق كلي ناتج على اختناق كلي في الشرايين فهنا في كتكون الحاله المستعجله وكتكون الانسان خصو يستشفى في اقرب وقت. نعم دونك شفنا معك ان كاينين اوقات اللي ربما كنقدروا نقولوا ديروا يعني انا ملي كنديروا المجهود ملي كنكثروا على هاد الشرايين هادو وتما في كيبان العرض على حسب هاد الشريان اللي باي عضو من الاعضاء ديال الذات ديالنا. وتكلمت لي قبيله قلت لي يعني كاينين الناس عندهم واحد العوامل اللي كتقدر تسهم في ان يبانوا هاد الاعراض. شنو هما هاد العوامل هادي المساهمه اولا العوامل دو ريسك اللي كتبين فوال؟ فهما نفس العوامل اللي كندوي عليهم في القلب واللي كرناهم بزاف الخطبات فهما بالنسبه فذكر. كان تماما فكاين العوامل اللي ما يمكنش نتحكموا فيها غير متحكم فيها نقدر نقول بين قوسين كاين العوامل المتحكم فيها. العوامل غير متحكم فيها ما كيهموناش بزاف. علاش؟ لان بعدا ما نديروا لهم شنو هما ولا كنذكروا بهم شنو هما هاد العوامل اللي هما لا بلاتي سديتي لي الباب زعما بعدا ما نديروا بهم يلا نمشيو. لا كنقول اننا غنذكروا بهم انما ما مهمينش بزاف لان ما عندهمش الحل تقريبا بين قوسين. علاش؟ لان نقدر نقول لكم بان الراجل معبد اكثر من المراه. نعم الراجل ما عنده ما يدير الراجل ما عنده ما يدير هذه تم بصحه القلب ديالو. نقدر نقول المراه ابتداء من انقطاع العاده الشهريه فكتولي بحال الراجل في لو ريسك ديالها كيوليو قد حيت المراه كتكون محميه شويه بالهرمونات ملي كتكون صغيره. نقدر نقولوا بالنسبه للعمر يعني ابتداء من 65 سنه 60 سنه كيولي انسان معرض اكثر لهاد الامراض بالنسبه لهذا. وكاين العامل ديال الوراثه اللي ممكن كاينين بعض العائلات ولا بعض الافراد اللي من الوراثه كيكونوا انهم مهيئين انهم يطوروا هذه المرض ديال تصلب الشرايين وتهدي ما عندنا ما نديروا لها. انا اللي كيهمني اكثر هما العوامل المتحكم فيها يعني العوامل اللي عارفينها واللي ممكن نديروا لها شي حاجه. هاد العوامل شنو هما ارتفاع الضغط الدموي اللي خاص الانسان يراقبه ويتحكم فيه مزيان ويتبع الدواء ديالو اللي عنده. داء السكري اللي خصو يتراقب حتى هو بطريقه منتظمه وخص الانسان يوقف عليه باش يكون كيف تنقولوا الخزان ديال السكر مقاد مزيان والسكر ديالو مقاد. الكوليسترول والنسبه ديال الكوليسترول اللي خصها تكون مقاده. التدخين اللي خاص الانسان يقلع عليه وبصفه نهائيه. وبطبيعه الحال حنا دائما كنوصيو بالسمنه اللي خاص الانسان ينقص من الوزن ديالو ويحاول يقاد لاطاي ديالو. وبطبيعه الحال الوقايه الزوينه اللي هي ديال الرياضه وديال الماكله المنتظمه والصحيه. نعم اجي نتكلموا على كل عنصر تقريبا على حده. تكلمتي على الناس اللي عندهم ارتفاع الضغط الدموي. كنعرفوا ان كاين عوائل اللي حتى هي كنقولوا الطونسيون عندهم وكاين الناس اللي تعيشات معاه وكاين الناس اللي مره دونك اجي دائما انا كنبغي نذكر بهذه المساله هذه دائما الصغيره والكبيره في الطونسيون. الناس دائما على حسب الاعمار شحال خاصو يكون عندها ديال لا طونسيون. علاش؟ لان بعض المرات كنشوفوا ان كاين فئات اللي كيكون طونسيون ديالها قليل ولكن متعايشه معاه يعني انهم هما هكاك هما عندهم طونسيون قليل معايشين معاه. وكاينين الناس اللي كيوصلوا لواحد العمر معين كاين واحد الطونسيون شويه عالي وحنا كافراد كنخافوا لكن تما كاطباء كتقولوا نورمال بالنسبه لهذا العمر هذا. اجي نتكلموا على هذه المساله باش نعطيو اشاره لكل الناس لان طونسيون سكر من الامراض اللي نقدروا نشوفوها في كل منزل مغربي. الا ما شفناش واحد الكا كنشوفوا جوج اولا ثلاثه. دونك نذكروا بها واكيد مرحبا بالاسئله ديال المستمعين على الرقم ديالنا اللي هو 0522 36 0536. ارتفاع الضغط الدموي شحال خاصو يكون؟ ارتفاع الضغط الدموي ارتفاع لان دويتي اخت جميله على انخفاض. انخفاض الضغط الدموي عمو ما كان عامل ديال امراض القلب. هو كيكون عامل الانسان كيعيا كتكون هو كيصاب غالبا العيالات فواحد السن مبكره. نعم. لي جون البنات ديال بين 10 و 30 سنه تقريبا كيطيح لهم الطونسيون بزاف. مي هذا عمو ما كان عامل ديال القلب. نعم. هذاك ولكن انا تكلمت على القياسات حيت كاينين الناس مثلا انا غنعطي غير مثالا كاين الناس اللي كيكون عنده 7 على 10 او 8 على 10 او 9 على 10 ولكن كتكون نورمال الحياه ديالو انه كيمشي بها فكيقول لك انا دائما طونسيون ديالي قليل بحال هكا.
ماشي مشكل هذاك الا كان طونسيون قليل والانسان معايش به مزيانه مخيره ما عندنا ما نديرو ليه خصو يشرب مزيان الماء باش كنحاولوا نكبوا شويه نسبه الدم اللي كيدور في الجسم باش طونسيون يطلع واحد شويه هادشي اللي كاين اللي كيبرزتنا ولا اللي بصعيب اكثر هو ارتفاع الضغط الدموي وهذا ارتفاع الضغط الدموي التعايش ديالو ما عنده حتى معنى ما كاينش التعايش مع ارتفاع الضغط الدموي الضغط الدموي هو عباره باش نسهلوها هو عباره عن ارقام خاص يكون عندنا الارقام ملي كنعبروا الضغط الدموي تكون عندنا ارقام اللي داخله في الحدود ديال الضغط الدموي العادي واللي كنعاودوها كل خطره اللي هي اقل او تساوي 140 الى 90 يعني 14 كيف كنقولوا في الكبيره على 9 في الصغيره اي هو ضغط دموي اللي هو مرتفع على 14 على 9 فهو ارتفاع الضغط الدموي وخاص الانسان ياخذ ليه الدواء كان عنده الاعراض او ما كانش عنده نعم ممتاز دونك شفنا هذا القياس النورمال واش هذا القياس كيتغير حسب السن ارجع معك غير ناخذ سؤال ديال فخر الدين من الدار البيضاء فخر الدين صباح النور السلام عليكم اختي جميله عليكم السلام ورحمه الله مرحبا سيدي بارك الله فيك كنشكرك بعدا وكنشكر مستقبل المكالمات واذاعه الشاده وكنشكر الدكتور اللي معنا شكرا لك مرحبا سيدي بغيت نسول الاستاذ على الدكتور هذا على عندي جوج اسئله وي السؤال الاول واش هذا المرض هذا خطير نعم تصلب شرايين السؤال ديالي الثاني واش عنده شي دواء واخا عند طرق تاع علاج هما الاسئله ديالي الله يجازيكم بخير نعم شكرا لك بزاف فخر الدين واكيد شكرا موصول لكل المستمعين والمستمعات اللي قدروا يتواصلوا معنا دائما رقمنا راه الاشاره 0522 36 0536 كنتكلموا على تصلب الشرايين رفقه البروفيسور انس السعيدي تكلمنا على التونسيون وتكلمنا على ان 14 على 9 هذا قياس للجميع او لا كيختلف باش نسهل الامور قياس الجميع قياس الجميع ابتداء من سن البلوغ نعم باش نكون متفقين ان الدراري الصغار غالبا ما كيكونش ارتفاع الدم يعني ابتداء من سن البلوغ كان تطورت بعد الوصايا ديال الشركات الاوروبيه والامريكيه باش انه بدلوا شويه القياسات كنقولوا 140 كنقولوا الناس الكبار 135 كنقولوا اللي بين 40 و 60 130 في الاخر رجعنا ان 14 9 باش تكون الامور سهله 14 9 خصها تكون اقل او تساوي 14 على 9 نعم حيت كنشوفوا ما عرفت انا هذه كمعلومه تنسمعها وبزاف الناس ربما غتقول جميله فعلا كنسمعوها نسي نشوفوا الناس الكبار كنلقى عنده 15 على 9 16 على 9 كاين ناس اللي كيقول لك لا راه ماشي مشكل عادي بالنسبه للانسان اللي هو كبير كنتكلم على الناس من 60 سنه للفوق واش هذه المعلومه صح او لا حتى هما خاص الطونسيون ديالهم يكون 14 على 9 هذه المعلومه لسوء الحظ ما كايناش غير على عند الناس هكا العامين كاينه عند بعض الاطباء باش نقول حتى بعض الاطباء كيشوف المريض مثلا عنده 15 على 9 او 16 على 10 او شي حاجه كيخليها لا هذا خطا كبير خطأ كبير لأن أي ارتفاع الضغط الدموي أي نسبة ديال الارتفاع واخا تكون غير نسبة ديال 10% ولا 15% عندها المخلفات ديالها في السنوات اللي غتجي يعني 16 على 9 ما غنشوفوهاش حنا في الوقيتة اللي خدينا الطونسيون المريض ما خصنا نشوفو بأن هذا واحد السيد اللي عايش ب 16 على 9 مثلا 10 سنين أو 20 عام وي. يعني ضابو بالمخلفة ديال ذاك الضغط الدموي غادي تكون على ذوك الشرايين واش غيبانو واحد النهار أو لا ما غيبانوش هذا اختلاف فيه غير إنما ضابو عنده مخلفات على الشرايين يعني أي ارتفاع الضغط الدموي اللي فيه 14 على 9 خصو الدواء في حاله الا كان فيت شويه يعني لقينا 14 ونص 15 وقدرنا اننا نوصلوا المريض باش انه يدير واحد الريجيم ديال الملحه وانه يقوم بشويه الرياضه فنقدروا اننا ما نعطيوش الدواء الا كان شويه طالع بواحد ولا واحد ونص نقدروا اننا نوصلوه في الاول رياضه الا ما كانش كيديرها والتغذيه تكون مزيانه وينقص من الملح ويعاود النظام الغذائي والنظام الصحي ديالو فنقدروا اننا نربحوا الا ما ربحناش بواحد المده ديال 3 شهور فخصنا دابا ندوزوا الدواء نعم ارجعوا نتكلموا على الجيمات اللي كتخص لاطونسيون ملي تكلمتي على نقص ديال الملح كاين الناس اللي كيحيدوا الملح نرجعوا نشوفوا هذه المساله هذه واكيد مرحبا دائما بالتساؤل لات ديال كل مستمع والمستمعات فيما يخص تصلب الشرايين نرجعوا كذلك نشوفوا طرق ديال التشخيص ملي الانسان كيوصل لمرحله معينه وطرق ديال العلاج واكيد ملي تنتكلموا على الوقايه دائما كنذكروا بها لان قلتي هو الحل ربما الامثل باش نحافظوا على صحه القلب ديالنا وصحه الشرايين ديالنا اكيد مرحبا بكل مستمع والمستمعات من خلال التواصل ديالهم على 0522 36 0536 على شاده فهم مرحبا بكل مستمعين والمستمعات مرحبا بالتواصل ديالكم دائما من خلال برنامج شاده الاسره وفخر تسول على صحتك اليوم كنسولوا على صحه القلب والشرايين اكيد موضوعنا اليوم هو تصلب الشرايين رفقه الدكتور انا السعيدي كنتكلموا على تكلمنا على تصلب الشرايين وتكلمنا ان كاين بعض الاعراض اللي
قلنا متحكم فيها وكاين اعراض اللي ماشي متحكم فيها بحال مثلا ملي تكون الوراثه الرجال كيتصابوا اكثر من النساء النساء ملي كيوصلوا نقدروا نقولوا كتنقطع عليهم العاده هاد العاده الشهريه هاد الامور هادي فكاينين عوامل اللي قلتي نقدروا نتحكموا بحال مرض السكري خاصو يكون مضبط وتكلمتي على التونسيون وتكلمت لك على لاتونسيون وقلنا القياسات اللي خاصها تكون وانها ملي كتفوت واحد لي نورم راه خاص الانسان يشخص خاص يرد البال قلتي بعض ما كنبداو بريجيمات انا رجعت وقلت لك كنجي نتكلموا على الملحه لان الملحه واخده واحد الضجه ديال ملي كيبغيو يديروا الناس ريجيم ديال التونسيون كيحيدوا الملح اجي نقولوا للناس خاصكم تنقصوا من الملح ماشي تحيدوا الملح تماما تماما ما يمكنش نحيدوا الملح لان الملح مزود بالصوديوم وباليود اللي هما ضروريين للحياه تقريبا نقدروا نحيدوه في واحد الحالات قليله ملي كيكون فيه واحد القصور قلبي حاد بالنسبه لواحد الناس اما بالنسبه لارتفاع الضغط الدموي فهو اللي 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 منصح به هو النقص من الملح انا اشنو كنقول للناس ديالي في المرضى ديالي في لا كونسلطاسيون شي كنقول مادام ان عندنا واحد العادات بين قوسين خبزيه كبيره فانا كنقول لهم الا حيدنا الملح من الخبز ودبنا الماكله عاديه ولا شي عاديه كافي نعم نعم كافي نعم حيت كنقولوا بعض ما كنقولوا ديروا الخبز مسوس ولا الماكله ديالنا نقصوا فيها شويش الملح ولا نعدلوا الملح ديالنا المواطن المغربي اللي حيد غير الملح من الخبز غير ربح بزاف نعم دونك هذه نصيحه ويحيد الملح من الطبله داك اللي كيحط الملح مع صافي غير هاد جوج صافي حيت كاينين الناس اللي هما ملحويين عزيزين الملح بزاف فبالتالي كيحطوا دائما كتلقى ان الملحه خاصها تكون محطوطه في الطبله وكيبقى كل مره يزيد ربما داك الاثر ديال الملح على الذات ديالنا ما تيبانش لنا كيبان لنا كحاجه كنبننوها ولكن ربما كتقدر تكون عندها اثار عكسيه على الصحه ديالنا ناخذ حفيظه من طنجه حفيظه السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله معك حفيظه من طنجه مرحبا بك لاله بغيت نسول الدكتور الله يجازيك بخير مرحبا مرحبا عندي مشكل ديال يعني هذه قديم و يعني دوزت وعطوني لي كومبريمي كنشربهم وعندي الضغط طالع يعني كيبقى عندي 16 17 ويعني متعايشه مع هذه 16 مده يعني من 16 او 17 شحال يعني العمر ديالك انا عندي 53 عام 53 عام نعم غيسولك الدكتور كيفاش متعايشه معاه عادي يعني انا يعني عندي الولد عنده 24 عام يعني ملي كان عندي الولد عنده 24 عام يعني ملي مشيت نولد فوالا جاك طونسيون ديال الولاده مع الولاده لا بقى عندي بقى معايا يعني هذه 24 عام وانا باقا به نعم تقدر تسول اللي عندك لا سؤال السلام عليكم لاله شكرا على الاتصال السؤال اللي عندي واش هاد القياسات ديال الضغط الدموي فين كدي اش من هما الظروف اللي كديرهم فيها نعم واش كتمشي تعبري في فارماسي كتعبري في الدار كتعبري عند الطبيب لا كنت كنمشي لسبيطار الحومه ملي كنمشي لسبيطار الحومه كيعبروا لي داك الشيء وعطاني شي تحاليل نديرهم درتهم خرجوا لي مزيانين قال لي عندك شويه ديال الكوليسترول طالع ماشي بزاف قال لي تنقصي من الملحه وتمشي شويه وما تاكليش يعني الدهون مزيان هذا الشيء اللي درت نعم نعم دابا انت 24 عام وانت الطونسيون ديالك ما بين 16 17 ديما كيهبط ماشي ما كيهبطش ولكن كيطلع عاوتاني نعم يعني ما عنديش منضبط نعم كيطلع واش ملي كتقلقي تتغضبي او لا حتى الا كنتي فرحانه كنتي عاديه يعني ما كاين حتى شي حاجه شي صوري كنوض فايقه في الصباح يعني وكنعبروا يعني وكنلقاه طالع نعم نعم واضح 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 السؤال ديالك لاله حفيظه غتبقي معنا في السماع رجاء شكرا لك بزاف دونك حفيظه عرفتي علاش عجبني الحال لانها جات الجمله اللي قلت لك في البدايه قلت لك بزاف الناس كيقول لك تعايشت معاه لان كنسمع بزاف الناس كيقول لك لا انا تعايشت مع الطونسيون ديالي كان طالع اولا هذا تعايشت واش كياخذوا هذه الكلمه من المختص اولا الدكتور اللي كيمشيو عنده اولا هما لان صافي 24 عام كيف لاله حفيظه راه فعلا راه نقدروا نقولوا انها فعلا راه تعايشات معاه ولكن واش سي نورمال لا ماشي نورمال نعم اجي نتكلموا على الطونسيون ديال الحمل الناس اللي كيجيهم طونسيون في الحباله ديالهم كاين اللي كيبقى معاهم بحال السكري ديال الحمل غير وربما الخطوره ديال الطونسيون ديال الحمل انا اللي عارفه انه كيقدر بعض المرات يؤذي بالحياه ديال 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 الجنين وبعض المرات كتولي عمليه استعجاليه لان شفت حالات في 8 شهور ولا هذا كتقدر ان يا اما كيعتقوا التلاد يا اما كيعتقوهم بجوج يا اما كيعتقوا اونفا كيعتقوا الام اولا كيعتقوهم بجوج هنا غنتكلموا على هذه النقطه هذه ديال هاد الطونسيون اللي كيجي مع الحباله والتاثير ديالو واش نقدروا نقولوا انه نورمال انه يبقى طالع او لا عارفه كتقولي ماشي نورمال ولكن مالي هند من الدار البيضاء هند السلام عليكم
عليكم السلام اختي. اهلا وسهلا، مرحبا لالا. عافاك الله يجازيك بخير، بنسول الدكتور. مرحبا بك اختي. انا عندي واحد الوليد عنده 4 سنين وعنده اكتشف دابا بلي عنده صمامات ديال القلب، الفم ديالهم قاصح وغليظ. نعم. وعنده واحد العرق مبوشي في القلب. ولكن باقي دابا ما كيدير لا دواء لا حتى شي حاجه، مسبع على تخيطمو ولا والو. نعم. قلتي صمام ديال القلب وتكلمتي على شنو اخر عافاك؟ واحد العرق مبوشي مكبل فيه الدم، ولكن باقي ما داروش ليه الهلالين باش يعرفوا داك العرق فين غادي. يعني قال لك يقدر يكون غادي للدماغ، يقدر يكون غادي لشي بلاصه اخرى. نعم. هنا شفتي مع اخصائي في امراض القلب والشرايين او لا المختص اللي شفتي؟ متبعه مع الطبيب، ولكن باقي ما داروا معايا والو. لا، واش الطبيب، واش الطبيب العام، واش الطبيب ديال القلب؟ العام غير الطبيب العام. واخا الطبيب ديال القلب، ولكن السبيطار ديال الحومه ديال المخزن. واخا واخا واخا. ما عطاوه لا تريتمون ولا والو الوليد ديالك لا حتى شي حاجه؟ لا باقي هو هو باش تكتشف هذا المرض ديالو. هو كان كيمرض بزاف في البرد وكيدير الفونتولين، كيدير غابوز، دابا عاد اكتشفوا بلي راه عنده مشكل في القلب. نعم نعم، واضح. سؤال بالنسبه لهذا المشكله لالا، واش عنده شي حل؟ قال لك عنده جراحه، عنده قسطره، عنده شي حل؟ مازال ما قالوا لي حتى شي حاجه حتى ندير ذاك ليريم. غير هو هذا المشكل ديال الصمامات، هو الدري ما تي واش عنده شي علاقه بالماكله؟ هو ما تياكلش نهائيا، عنده 4 سنين وتيشرب غير الحليب، ما تيقدرش يشرب. فوالا، ما كيقدرش يثبت لانه كيكون كينهج، ولا ما كيقدرش يثبت لانه ما كيقدرش يثبت؟ ما كيقدرش يثبت. ما كتكونش ديك النهجه؟ لا، كتكون هذيك النهجه في حاله الا ضربوا البارد ولا عام ولا شي حاجه، خاصني ندير ليه الرابوز كيتنفس. كتشد واحد الكحه، كحبه تاع بعض الكحبه، كندير ليه داك الرابوز كيعاد كيتنفس. نعم. وكيزيد شويه من هنا اللي خاصني نهزو ولا نركبو، ما خاصو ما كيمشيش بزاف. نعم واضح. هو بحال متاخر في النوم وما ما مشاش في الوقت ما بزاف، ولكن هذا الموضوع يلاه اكتشفته انا 4 سنين. نعم واخا. دابا هو عنده 4 سنين بحال الا يلا عنده 3 سنين ولا عامين. نعم واضح. واضح واضح. شكرا لك بزاف هند من الدار البيضاء، واكيد شكرا موصول لكل المستمعين والمستمعات اللي اكيد مازال غيتواصلوا معنا مازال من خلال الرقم ديالنا اللي هو 0522 36 05 36. نرجعوا نشوفوا المساله ديال الناس اللي تتقول انها تعايشت مع التونسيون بعد ما اكتشفته في الحمل ديالها وبقى معها، او لا هذا التعايش اللي قلتي ان حاجه اللي ماشي نورمال، والتاثير ديال التونسيون ديال الحمل على السيده الحامل وصحتها من بعد. ونجاوبوا على الاسئله ديال المستمعين، واكيد نشوفوا حتى الطرق ديال التشخيص والعلاج بالنسبه للتصلب الشرايين اللي كان هو الموضوع ديال الحلقه ديال اليوم. رفقتك البروفيسور انا سعيد، وكل المستمعين والمستمعات اللي قدروا يتواصلوا معنا مازال على رقمنا، نذكر به 0522 36 05 36 على شهاده اف ام. من جديد مرحبا بكل المستمعين والمستمعات، مرحبا بالتواصل والتفاعل ديالكم في موضوعنا ديال اليوم تصلب الشرايين. رفقات البروفيسور انا السعيدي، واكيد كل المستمعين والمستمعات مرحبا بهم، مرحبا بالاسئله ديالهم على 0522 36 05 36. رجعوا للعامل من العوامل اللي كيقدر يسهم بشكل او باخر مع عوامل اخرى اكيد، اللي هو ارتفاع الضغط الدموي. الناس اللي تتقول تعايشت معاه، هاد الكلمه هادي كنسمعها بزاف ديال الحاجات. هاد التعايش واش ممكن، خاصه الناس اللي تيجيهم طونسيون مع الحباله ديالهم وكيبقى معاهم؟ بحال السيده طونسيون 16 17، قالت لك نورمال، يعني تفيق من الناس كتعبروا كتلقى 17 اولا 16. انا غنبدا باش نركز على واحد القضيه باش نكونوا مركزين عليها وفاهمين عليها قبل. هي ان ارتفاع الضغط الدموي دابا في الوصايا الاخرى ديال الجمعيات العالميه، فخصنا نعرفوا بعدا هذا ارتفاع الضغط الدموي واش كاين ولا ما كاينش. علاش؟ لان بعض الحالات كيكون الانسان كياخذ الطونسيون ديالو يا اما في واحد الظروف اللي ما بقاداش، وسي نورمال تكون فيها الطونسيون طالعه. يمشي مثلا للصيدليه ويكون فيها صداع، ونكون جالس على كرسي ومطلع حوايجي مزيبه ليا عليه صراحه، جلابه ملي كيطلعوا السيدات وكتبقى مزيره. تمام. هذيك عندها الثمن، يعني هذاك ما يمكنش نعرفوا واش ارتفاع واش ماشي ارتفاع، لان الظروف الملائمه اللي هي هذه المهمه اللي بغيت نركز عليها، نعرفوا شحال القيمه ديال الضغط الدموي. وخوا خصنا الانسان ياخذ الضغط الدموي 3 مرات في النهار مده 3 ايام، ويكون الظروف مزيانه، يعني خصو يدخل واحد الصاله ما فيهاش الضو بزاف، ما فيهاش صداع بزاف، يتكا يفتح واحد 5 حتى 10 دقائق عاد ياخذ الطونسيون، ويكون هو مرتاح نفسيا. هو مرتاح. اما اننا نكونوا معصبين ولا مقلقين ولا واقفين ولا كنجيو ولا ارتفاع الضغط الدموي عادي، كنا ملي كنديروا واحد المجهود الضغط الدموي كيرتفع بحال دقه ديال القلب. هو واحد رد الفعل ديال الجسم باش كيتادابتا وباش كيقاوم داك المشكل ولا داك التوتر اللي كاين. يعني خاص الضغط الدموي يكون يتقاس في ظروف ملائمه
باش نقدروا باش نقدروا نقولوا اننا عندنا ارتفاع الضغط الدموي. ولا كان هذا ارتفاع الضغط الدموي مضبوط بهذه الوسيله هذه ولقينا في هذه العبارات اللي خدينا في هذه الثلاث العبارات في ثلاث ايام متتابعه بان كاين واحد ارتفاع يعني كاين شي حاجه اللي هي اكثر من 14 على 9 في هذه الحاله في هذه الحاله هذه فخصنا ديك الساعه نقوموا بالعلاجات تماما. ممتاز دونك ناخذوا نزهه من الدار البيضاء. نزهه السلام عليكم. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. الله يجازيكم بخير على هذه المعلومات. الله يخليك. حبيت نسول الدكتور على الوضعيه ديالي الصحيه انا وانني سيده كان العمر ديالي 63 سنه. عندي سكري بوندون 30 طون ولكني مراعياه مزيان بيان اكيليبغي رياضه ريجيم الى غير ذلك. طونسيون بغيت نسول عليه هو انني كنمشي للعند طبيب كيلقى لي دائما هاد 14 هكذا 14 96 ولكني كنقول واش نمشي للعند طبيب القلب كيقول لي لا هاد الساعه يعني كل شيء مزيان. السؤال اللي عندي تنسمع واحد الكلمه تيقولوها بزاف الاطباء وهو ان السكري وضغط الدم تيتحموا على لوكو. واش مادام فيا انايا سكري بياني كيبغي واش ضروري يجيني هاد الطونسيون؟ واخا يعني رغم انني قلت لك راه رياضه وريجيم هي هو زعما واش ضروري من بعد يجي هاد الطونسيون؟ نعم واه يعني السكر واش كيجي بوحديته اولا كيجي مع حوايج اخرين ياك؟ واضح. شكرا لك. بارك عندنا غير هو الساعه. اول شيء الله يخليك الصحه ديالك وتبارك الله عليك مدام نزهه. شكرا لك وشكرا موصول لكل المستمعين والمستمعات. صراحه السؤال ديال نزهه يعني كاين بزاف المرات ملي تنتكلموا على خاصه على مرض السكري كنقولوا خاص الناس ترد البال لان بعض المرات يقدر ما يجيش شي بوحدو اولا كيكون عامل ديال شي حوايج اخرين. نعم هنا تكلمتي على الطونسيون انا ماشي عادي ولكن خاصنا باش نتاكدوا ان كاين بعد الارتفاع خاصنا نعبروا في ظروف جد جد جيده. هادشي اللي خاصها دير يعني لحفيظه فاش سالتنا. رجعوا الاسئله كذلك في نفس الوقت ديال فخر الدين فاش تكلم تصلب الشرايين واش هو مرض خطير؟ اكيد اكيد انه مرض خطير تماما. اكيد انه مرض خطير لان كيف قلنا هذا التصلب الشرايين كندوي عليه كمرض ما هو اكثر سبب يعني هو كيسبب هو مرض ديال العوقه اللي كيسبب العوقه ديال الجسم كامل ما كيسبب في جميع الامراض اللي كنقدروا نقولوا يقدروا تكونوا مميته. نعم اللي هما السكته القلبيه السكته الدماغيه القصور الكلوي المشكل ديال الفجلين غالبا فهو مرض خطير. هذا شيء ما فيش نقاش. والوثيله كنظن انا كنسول على الوسيله ديال العلاج ديالو على الوقايه ديالو فهي الوقايه من العوامل المسببه كيف قلنا وهي العوامل المتحكم فيها اللي هو الانسان اللي عنده السكر فهو يضبط السكر ديالو اللي عنده الطونسيون يقاد الطونسيون ديالو اللي عنده الكوليسترول يحاول انه يقادها اللي كيدخن يقلع عن التدخين هادشي كنعاودوه في مره اخرى. والناس اللي ما كيديروش رياضه فخصهم ضروري يقوموا بالرياضه ويحافظوا على الـ على الـ على الصحه ديالهم وعلى التغذيه ديالهم. ممتاز. ناخذوا سميره مرباط. سميره السلام عليكم. السلام اختي بخير كي دايره؟ الحمد لله ربي يحفظك. الدكتور معاك لاباس بخير؟ الحمد لله الحمد لله. الله يخليك. انا عندي طونسيون وعندي ملي كنت عندي ملي كنت حامله بولدي دابا هذه 12 عام كنشرب واحد الكينه عندي فيها ثلاثه ديال الدوايات وواحد الكينه كنت كنشرب نص الصباح نص العشيه باش يقد دقه القلب. ولكن انا محيده لي الدكتوره قالت لي المسوس كلشي لا الخبز لا المرقه كلشي عندي المسوس. ما كتاخذيش الملح كاع؟ لا ما كناخذهاش. واخا دابا انا كان عندي هذاك الفصيله ديك ديال الفصيله السعود هي اللي كتكضرني كتحس بها الدق شي دقه كتجيك من صدرك حتى لظهرك. نعم بحال شي نخصه. ولكن ملي جاتني واحد الكينه كنت كنشرب النص النص قالت لي باش يقدوا يقادوا الدقات ديال القلب. كنت كنشرب غير النص وكيكون عندي 78 76 قالت لي نورمالمون كنشربي هاد الدواء هذا خصو يكون هابطين عندك الدقه ديال القلب ما بين 60 64 كاع حتى 66. واخا واش واضح السؤال؟ واضح. والضغط الدموي ولا مقاد بهذا الدواء؟ شحال عندك في الطونسيون؟ عندي 12 8 ولا 12 7 كيكون عندي. واخا واخا واضح ياك؟ جيد واضح. شكرا لك بزاف سميره. شكرا على التواصل ديالك واكيد الشكر موصول لكل المستمعين والمستمعات. اذا تكلمنا على من خلال الكلام ديالنا جاوبنا حتى على الاسئله. هنا الناس ملي كتمشي تشخص قلنا انها كتشخص على حسب المرحله اللي وصلت لها اما التصلب على مستوى القلب او الدماغ او هذا التشخيص. كتشوف اليوم ان الناس كتجي شويه بكري واخا هكاك
ولا كتجيتي كيبان العرض او لا الناس يعني ولفت انها تقلب ولا تقلب على صحه القلب ديالها. تماما كنظن بان الناس ولاو واعيين بشكل اكثر اكثر فاكثر، والناس ولاو كيحاولوا انهم يستابقوا الظهور. نقدروا نقولوا صعيب اننا نستابقوا الظهور ديال العلامات، نقدروا نقولوا بانهم كيجيو في بدايه بعض العلامات اللي كتشير لبعض الامراض. نعم ممتاز. اجي نجاوبوا على السؤال ديال هند. هند اللي تكلمت على الولد ديالها 4 سنين، تكلمت على الصمامات ديال القلب، قالت ان كاين محجوز فيها قاصح. تكلمت على ان باقي ما عرفوش لي غيم اللي غيديروا لي باش يعرفوا هذا العرق فين مدي، لان كاين عرق مبوشي. تكلمت على انها كدير الفونتولين اولا الحساسيات اللي عنده. قالت لك ما كياكلش، كياخذ غير الحليب، ما كيقدرش يصرط، هادشي علاش كياخذ غير الحليب. النهجه قالت لك الا دوشات لي اولا كان في البرد. قالت لك باقي لحد الان ما كاينش علاج، كيتسناو لي غيم اشنو غيعمل. شنو النصيحه اللي نقدروا نعطيو لهند؟ النصيحة اللي نقدروا نعطيو لهند اولا هو ان هاد القضيه ديال الصبيط مع القلب ما كايناش علاقه. وإلا كان هاد الوليد عنده تشوه في القلب وعنده شي حاجه في الصدر، فممكن يكون عنده تشوه حتى في بلاصه اخرى. يعني الا ما كانش كيقد الصبيط خاصها تشوف هاد المشكل ديال الصبيط منين جاي. مشكل ديال النهجه وهداك الشيء كنتفهم انه يقدر يكون جاي من القلب، من الصبيط لا ما كاينش علاقه. بالنسبه للمشكل ديال القلب انا ما يمكنش نعرف بالضبط، لان الكلمات اللي كتقول شويه صعيب انني نفهم شنو هو المشكل بالضبط. انما اللي مؤكد هو انه الا خصو شي ايغام ولا سكاني فخصها تتبع هاد الطريق هادي باش تعرف اشنو هو المرض اللي عنده وتشوف العلاج المناسب. نعم، لان قالت لك باقي لحد الان ما عطاوهاش ربما تشخيص فين، ولكن كيتسناو فعلا لي غيم اللي خاصو هو اللي ممكن انه يبدل اللي يبين لهم الوضع بشكل كبار. دونك نزهه من الدار البيضاء 63 سنه ما شاء الله، تكلمت على ان السكري ديالها كاين مده ديال 30 سنه، ولكن قالت لك ضابطه يعني متحكمين فيه. قالت لك طونسيون، هاد الطونسيون هذا 14 على 80، هاد الامور كلها. قالت واش سمعت ان هاد الامراض كتجي اولا كتحامى على الذات بالمعنى ديالها؟ بصح هي بالنسبه لهذه الفكره ديال التحام على الذات هي كاينه، غير هي كنظن بان السيده المستمعه ما فهمتهاش مزيان. كيتحاموا على الذات ما كيعنيش بان مرض كيجيب واحد، كيعني بان ملي كيكونوا جوج الخطر كيزيد يطلع. صح. مثلا الانسان اللي عنده السكري وارتفاع الضغط الدموي والكوليسترول والتدخين ماشي هو اللي عنده ارتفاع الضغط الدموي بوحده. عندك ربعه العوامل اللي كاملين كيقدروا يسببوا تصلب الشرايين. فملي كيتحاموا بربعه فالنسبه انك الشرايين يتصلبوا ونسبه ان المرض يوقع فهي اكثر كيتحاماو. يعني اما ما كاينش مرض اللي كيجيب واحد، كل مرض بوحده وكل سكر بوحده طونسيون بوحده والميكانيزم ديالهم وطريقه العمل ديالهم مختلفه. بالنسبه للسيده اللي عندها السكر خاصها ترد البال للطونسيون، 14 تعود بالنسبه ليا ما طالعاش، غير انما خاصها تركز على الرياضه ديالها وبيجيم ديال الملحه وتبقى تراقب الطونسيون ديالها. نعم، حنا مثلا نتكلموا بحال مثلا مرض السكري كنتكلموا ان من المضاعفات ديالو انه كيقدر انه يكون حوايج، وكنشوفوا بزاف الناس دكتور ان الناس اللي كيكون عندهم السكر اوتوماتيك مو في كثير من المرات كتلقى عندهم طونسيون. فهادشي علاش الناس ربما كتقول تيجيو مع بعض ورد البال، راه ملي كيكون السكر خاصك ترد الطونسيون ولا الكوليسترول. انا كنقول هاد الناس اللي عندهم السكر هما متبعين عند اطباء، وهاد الاطباء كياخذوا الطونسيون اشاك فوا كيمشيو عندهم، هذاك كيلقاو الطونسيون مرتفعه. كنظن بان نفس هاد الناس كل ما كانش عندهم السكر كان غيكون عندهم الطونسيون، ما كناش غنعرفوا بان عندهم. نعم، دونك ربما هو كيبين تماما. دونك الانسان كيف قلتي يضبط السكري ديالو ويضبط التغذيه دوائيا وريجيم وغيرها، وحتى الطونسيون كذلك كيف قلتي هو راه ممكن انا من العوامل اللي كنقدروا نتحكموا فيها شويه الا ما قدر الله. تمام. دونك سميرة مربط تكلمت على الطونسيون جات هي بالحبله ديالها هذه 12 سنه، قالت الدواء كتاخذو، من بعد قالت لها الطبيبه واحد الدواء اللي باش انها تقاد لها الدقات ديال القلب، قالت لها خاصهم يكونوا بهذا الدواء اللي كتاخذي خاصهم يكونوا 60. تسولنا على الطونسيون ديالها 12 على 8 ممتاز بالنسبه ليها. اشنو النصائح اللي نقدروا نعطيو لسميره؟ النصائح اللي نقدروا نعطيو لسميره ان الطونسيون عندها شويه خطر، يعني باش تاخذ ان ثلاثه الدوايات بدينا كنوصلوا شويه للحد ديال الدوايات اللي كاينين، لان هما كاينين حد خمسة الأنواع ديال الدويات بصفة عامة. إذا كانت كتاخذ ثلاثة يعني راه خص الإنسان يهتم براسو، يقوم برياضة، يهتم براسو بالتغذية ديالو، براسو أنها تكون مقادة 12 على 8 بثلاثة الدويات هذا شيء جميل مزيان. ما كاينش علاقة بين ارتفاع الضغط الدموي وبين دوك النخصة اللي كتجيها والدقة ديال القلب، ما كاينش علاقة. كنظن أن الدقة ديال القلب بوحدهم عطات هاد الدواء اللي كيقاد شوية الدقة ديال القلب وكيهبطهم. باش أنها تحبس الملح بصفة نهائية أنا كنعاود نرجع باش نقول لا، غير إنما تنقص الملح مزيان لان الطونسيون عندها شويه طالعه، يعني انها كتحتاج بزاف الدواء باش تقاد الطونسيون ديالها. تحيد الملح بصفه نهائيه من الخبز، وتحيد الملح من الطبله، ودير ماكله فيها
شويه الملحه شي حاجه ديال الله تبنن بها غتكون كافيه بالنسبه للصحه ديالها. نعم، لان الناس كيخلطوا ما بين الملح وما بين السكر، ربما السكر المضاف نقدروا اننا نحيدوه في الاكل ديالنا وما غياثرش لانه كاين السكر في مواد اخرى يعني اللي كناخذوها طبيعيا. اما الملح ضروري ان خاصها تكون شويش على الاقل في الاكل ديالنا، ماشي ملح بزاف وما نحطوش في الطبله كي قلتي. وحنا وكنظن بان حنا كان بين قوسين خذوا نقولوا كنقلبوا على السهله بلاص ما نمشيو نقلبوا على مثلا نقوموا بالرياضه وشحال من مره في النهار وبصفه مداومه ونديروا الكارديو ونجري ونحرقوا داك الشيء ديالنا كنمشيو نقلبوا الملح نقصوا منها شويه نحيدوها كاع نقصوا. كنظن بان السؤال اللي نقدروا نقولوا هو واش هاد الناس كيديروا الرياضه خصهم يديروا الرياضه لان الرياضه كتربح بزاف طونسيون اكثر من ديك 2 غرام ولا 3 غرام اللي غنبقاو نناقشوها ديال 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 الملح ديال الملح. دونك رساله واضحه يعني ان الانسان يحاول يضبط وكنقولوا حنا الرياضه وكنقولوا الماكله ديالنا وكنقولوا هاد الامور. اشنو النصائح الاخيره من خلالك لكل الناس باش نحافظوا على صحه القلب والشرايين ديالنا؟ باش نحافظوا على صحه القلب والشرايين كيف قلنا هي القيام بالرياضه، هي ان التغذيه تكون صحيه وتكون مقاده، هو الابتعاد عن التوتر واخا بعيد. يعني الانسان خصو يتعلم كيفاش يدير يوغا بوحدو واخا يكون جالس في البيرو ديالو ولا جالس في العمل ديالو ولا جالس في الدار ديالها، انه يحاول يتامل في الحياه، يحاول يضبط الاعصاب ديالو، يفتح واحد شويه ورد البال للصحه ديالو. شكرا لك بزاف البروفيسور انس سعيد اللي انت اخصائي في امراض القلب والشرايين على كل المعلومات، واكيد مازال المواضيع اخرى دائما كتخص صحه القلب والشرايين مازال نناقشوها معك في حلقات اخرى من برنامج شاده الاسره. اما كل مستمعي ومستمعات مازالين معنا ومازال تواصل، راهن اشارتكم من خلال الرقم ديالنا اللي هو 0522 36 0536 على شاده فم. من جديد دائما تكونوا معنا على شاده فم وكتسمعوا البرنامج شاده الاسره، البرنامج اللي كتلقاوه من 2 حتى الخميس من 9 حتى 12، واكيد حلقه خاصه كنذكركم باهم ما كنتكلموا عليه في الصحه والتغذيه كتلقاوها نهار السبت من 10 ياك من 10 من 9 ل 11 من 9 ل 11 ممكن انكم تسمعوا هذه المواضيع كلها وانكم تنتموا تعطونا المقترحات ديالكم الاراء ديالكم خلال التواصل معنا مباشره في البرامج او في الحلقه المباشره من خلال 0522 36 0536. اذا شيوات مجربه وجديده رفقتكم ايضا ممكن تتواصلوا معنا تعطونا شيوات ديالكم المقترحات ديالكم شنو وجدتيو. ونذكركم كذلك المسابقه ديالنا اللي كنشاركوا فيها من خلال الرقم ديال المسابقة، رقم واتساب اللي هو 07 02 02 40 40 دائما على شادة فم. إذا البارح عطيت شيوة وكاين سيدة تيقول لي صراحة وريتينا كيفاش نديرو بلاتس، ولكن أنا راه شفت الوصفة من خلال ناس أخرين اللي تاهما كنشكرهم أيضا. دائما أنا كنحاول نشوف لكم الوصفات اللي كنقولوا أنها طوندونس والناس ولات كتبغي تجربها، بحال الوصفة ديال بيتزا بالعجين ديال العدس الأحمر أو داك الليموني. الناس كتمشي كتبغي تقلب على كل ما هو صحي، عوض أننا نديرو الدقيق الأبيض. الناس كتبغي مرة الإنسان كيديرها بالدقيق أو لا، هذا كل واحد كيف الناس. بعد ما كيديروا البات بالبطاطا، يعني درت ديك المره قلت لكم تقدروا ديروها بالشيفلور، يعني كتولي القاعده ديال البيتزا نتوما ديروها كيف ما بغيتوا. اكيد ما كنتكلموش على البيتزا الايطاليه الاصليه، ولكن كنتكلموا على ربما البدائل ديالها اللي ممكن اننا نحضروها حنايا السيدات وما كتاخذش الوقت طويل بالنسبه لينا ممكن اننا نديروها. كاين ناس اللي كيديروا بطاطا شرائح، يعني انك كديرها شرائح اللي هي رقيقه وكت كتحاولي انك تنشفيها مزيان، بعد كديري مقيله كدير فيها شويه الزبده ولا شويه الزيت وكتستفيد دوك الدوائر مزيان كتخليهم راه دغيا كتصهد كطيب. من بعد غير المقله ما تكونش هي كتلصق، من بعد كتقلبيها على الوجه الفوقاني كترديه لتحت وكتخليها كتحمر. ديك الساعات انت كتزوقي الفوق باش ما بغيتي وكتخليها يعني المقله خاصها تكون كتغطى واللي كتغطى بالغلاقه ديال الزاج، وكتبان لك يعني داك البخار كيطيب دوك المسائل الاخرى اولا كيخلي داك الفرماج بعدا كيسيح حتى هي كتجي لذيذه كتجي انا دغيا ممكن ان الانسان يحضرها. دونك طرق بسيطه جدا مي فعاله فعلا الى حاولنا كل مره نكتشفوها. اليوم غنتكلم على واحد الحاجه اللي ملي كنستهلكوها والناس ولات كندخلوها في الاكل ديالنا اللي هو البروكلي. من الاشياء اللي زوينه وصحيه وشفنا الفوائد ديالو على الصحه ديالنا وفوائده على المناعه وفوائده على صحه الاطفال ديالنا كذلك، وخاصنا ندخلو دائما في الاكل ديالنا بحال مجموعه من الخضر اللي كنقول لها كلور ديالها اخضر اللي ممكن اننا ندخلوها في الماكله ديالنا. البروكلي من الاشياء اللي ملي كناخذوه بزاف الناس كتقول لك ما كنعرفوش كيفاش كيطيب اولا هذا اولا كنفوتوا ليه في الطياب. فعلا هو من الحاجات اللي خاصها تبقى كروكون اللي تبقى مازال ملي كندغوها كتقرمش خضره، يعني اننا
خصناش نفوتوا فيها الطياب. ملي كتفوتي فيها الطياب وهذا لا فوت اللي كنعملوا اننا كنديروها اما تسلق يا اما تفور. ملي كنسلقوها حتى الا سلقناها خصنا نسلقوها بشكل دغيا دغيا يعني واحد المده قليله غير باش ما تبقاش ديك القصوحيه ومباشره كنديروا داك الشوك تيرميك اولا داك الماء المثلج يعني الماء فيه مكعبات ديال الثلج يعني كتحيدي البروكولي من الماء اولا من التفوار لذاك الماء اللي فيه مكعبات الثلج. علاش؟ اولا بحال اللي كتسعقيه ثاني شي بحال اللي كيبقى محافظ على داك لا كولور فير ديالها وكتقدري انك تستهلكيه وكيكون بعد على الاقل ما نقصناش من الفوائد ديالو كثيره. مع انه بزاف ديال المختصين كيف شفتوا معنا من خلال البرنامج الشاده الاسره كينصحونا اننا ناخذ خضر ما فيها باس يعني ملي يكونوا حاطين واحد الطبق اللي فيه بزاف ديال الحاجات وخاصه مثلا الوليدات اننا نقدروا نشرملوه او نتبلوه بتوابل نرشوا عليه شويه ديال الحامض شويه ديال الربيع المعدنوس شويه المليحه وكنحاولوا اننا نشرملوه بحال هكا وكنقدروا نحطوا البلا ديالنا اللي يكون مشكل يعني كنحطوا واحد جوج عريشات بهذا الشكل هذا ديال البروكلي زائد اننا كنديروا واحد شليضه اللي غنقول لكم حتى هي كتجي زوينه وكتعجب الوليدات اننا غناخذوا واحد شويه ديال الليشون اللي كنقطعوه قطع صغيره بزاف اولا رقيقه بزاف الجزر حتى هو كنديروا غير شويه حتى هو كنحكوه يكون رقيق بزاف وكنضيفوا كذلك واحد تقريبا واحد معلقه ديال الياغورت مع معلقه ديال العسل شويه ديال الزبيب وكنخلطوا هاد الامور كلها مع بعض. الوليدات كتعجبهم علاش؟ لان كتجيهم واحد الحلاوه زوينه زائد ان الزبيب زائد ان دوك المكونات ملي كتنسجم في عضه واحده مع بعضها كتعطي واحد اللوغو اللي هو زويون. وكنحطوا لهم ديك الساعه يا اما طريف ديال الدجاج يا اما الحوت يا اما شنو بغينا واكيد كيبقى الكربون من خلال يا اما لي بات او لا الروز او لا الخبز. دونك كاينين وهكذا كتقدر انك تكون وزنتي وعطيتي شي حاجه زوينه غير البلا يكون بلا اللي غنرجعوا نتكلم لكم عليه خاصه الوليدات اللي ربما ما كيحبوش انهم ياكلوا او لا بالدرجه كيف كنقولوا كيتفشوا عندنا في الماكله. نرجعوا نشوف معكم النقاط هذه وحتى نتوما مرحبا بالنقاط ديالكم تشاركوها معنا من خلال الرقم ديالنا اللي هو 0522 36 0536 على الشدا يفهم اللي من خلالها كتشاركوا كتفوزوا معنا من خلال الرقم ديال الواتساب اللي هو 0702024040 على الشدا يفهم. نتكلموا دائما على الاطباق وقلت ان الوليدات كثير مرات الامهات كتحير مع ولدها كتقول لك ما كيبغيش ياكل ليا ما تيبغيش هاد الامور هادي كيفاش ممكن انني نعمل مع الولد ديالي. فمن الطرق الزوينه والطرق اللي نقدروا نقولوا نوعا ما فعاله انني نعطيه الماكله في شي بلا او في شي طبق هو كيعجبو. بعد مرات الوليدات ديالنا ملي كنمشيو كنلقاو شي بروموسيون زوينه اولا هذا وكيكونوا معنا وحنا كنتقداو الاواني وخاصه حنا السيدات كنعشقوا هاد الحاجه هادي واخا تكون عندنا حاجه كنبغيو نشريو حاجه اخرى ولا كنبغيو نشريو واحد الشكل اخر فتيكونوا معنا مثلا وليدات نقدر انه هو غادي كيشوف يبان له شي طبيصيل ولا شي حاجه زوينه ممكن اننا نديروا بها يعني اننا نخليه يشري داك الطبيصيل ونقدروا نوليو نحطوا عليه هو الماكله ديالو الخاصه يعني انا داك الطبق غيكون خاص ديالو طبق مع كاس مع معلقه مع فورشيت اللي ديالو فغيحسب لي شي حاجه ديالته شي حاجه اللي زوينه فبغض النظر على الاكل غيبغي ياكل في داك البلا في داك الطبق. هذه حاجه. الحاجه الثانيه اننا دائما نقدموا لهم الماكله بطريقه اللي هي مختلفه. كاين بزاف ديال الامهات كتقول لك حنا الولد ديالي ملي كنبغيو حنا ناكلو هو عاد كيبدا يدور. فهاد الوليدات زوين اننا ناكلهم قبل مثلا حنا غنتغداو من هنا ساعه هو في ديك النص ساعه الاولى نحطوا ليه البلا ديالو بهذا الشكل في المائده ديال الاكل ماشي حنايا تابعينهم بالتفصيل اجي خد دغمه وانت جالس فوق السداري خد دغمه وانت هي كتجري هنايا لا هو جالس فوق المائده ديال الاكل ديالنا ونخليو ليه البلا ونخليه كياكل على خاطر خاطرو لان ربما كياخذ وقت ربما كياكل ويسهر ربما نخليو ليه داك الوقت ديالو. الحاجه الاساسيه ايضا اننا في التقديم ديالنا ديال هذا الطبق راه بحال راه كنا كنعشقوا ان الطبق يكون منسق ومقدم بشكل اللي هو زويون. حتى الوليدات ايضا لعبوا على المساله ديال الالوان فاش تكلمت ان نديروا العريشات ديال البروكلي نديروا مثلا هاد السلطه اللي قلت لكم شويه ديال الدجاج اولا هذا نقدروا نديروا لهم المريقه كيف كنحطوها في الطبيصيل ديالهم المريقه كنعرفوا ان الوليدات كتعجبهم وزائد شلاضه مغربيه حتى هو بالبلا ديالو بالطبيصلات ديالو كلشي مقادين زائد واحد يعني شلاضه عاود ديال مثلا عصير ديال الخيزو مع الليمون شي حاجه من هادشي من الخيار مطحون وكرشوا عليه ديال الزعتر من الاشياء اللي زوينه نحطوا ليه كلشي ديالو قدامه. الحاجه الاساسيه اللي كتعاود تشجع الوليدات على الاكل
كاينه عطله قريبه جو بونس لو 23 بالنسبه للوليدات، فغيمشيو عند العائلات ديالهم غيلقاو وليدات في العمر ديالهم. بالنسبه للام اللي كتبقى ولدها انه ما كيبغيش ياكل لا، فهذه مناسبه جد جيده لان الوليدات كيتنافسوا مع بعض بواحد الشكل كبير، كيتعاندوا مع بعضياتهم، فنحط الوليدات الاكل مع بعضهم، يعني انا وليدات العائله نحاول انني نحط لهم البلا ديالهم مع بعضياتهم. غتلقاي تبارك الله داك البلا تكال تمسح كل شيء كلا، علاش؟ لانه كيبداو يتعاندوا مع بعضياتهم، انت كليتي اكثر مني انا كليت اكثر منك، غير هو نعودوهم ونفهمهم انهم خاصهم يمضغوا الماكله ديالهم بشكل مزيان، وخاصهم الضغيمات ما يكونوش كبار، لان للاسف كنشوفوا بعض الوليدات كيكونوا الضغمات كيكونوا كبار. مالك فين غادي بشويه؟ الا كان الوليد ما كيعرفش يقطع الخبز ديالو اولا، هذا نقطعوا ليه حنايا الخبز بضغيمات صغيره ونخليه هو ياكل. كذلك كيف شفنا مع الدكتور احمد حلو اللي هو اخصائي طب الاطفال، فاش كلمنا على ان حتى لي بيبي اولا الرضع ملي كيبداو ندخلوا لهم ماكله اولا ملي كيولي يكمل عام وهذا وهذا، كنحطو في البلاصه ديالو حتى هو نحطو ليه البلا ويستخدم يديه. هادو الاخصائيين ديال النطق والاضطرابات ديال التعلم والاخصائيين الحركيين كذلك كيتعلموا ان الوليدات خاصنا نخليهم الى يديروا بيديهم، يعني غيهز الماكله بيديه، غيبعج هادي بيديه، غياكل هادي، غيعطيش، غيوكل شويه فمو شويه نيفو شويه وجهو، معليش مي نحاولوا ان نخليهم يستعملوا الايادي ديالهم باش انهم يحبوا الماكله. حيت الامر اللي كنوقعوا فيه ان مثلا كيكون ولد ديالنا رضيع كنحاولوا اننا ندخلوا له الماكله وكنشوفوا كنقولوا لا هذه ما يبغيش ياكلها، لا هذه ما يبغي، فكنوليو حنا نستنيو بعض المواد الغذائيه، فبالتالي كيكبر انه ما متعودش على المذاق ديالها. هادشي علاش خاصنا الوليدات دائما ندخلوا له الماكله من الصغر ديالهم، ودائما نعطيهم المذاقات ما تكونش فيها مثلا محايده كيف كنقولوا، ما يكونش فيها السكر، ما يكونش فيها الملح، باش كيذوقوا الماكله كما هي. ودائما كنجربوا لهم ديك يومين ثلاث ايام الماده بوحديتها، من بعد كندروا جوج المواد وحنا غاديين. دونك طرق بسيطه للوليدات ديالنا خاصنا نمشيو غير بالخاطر، وتبارك الله على الامه المغربيه والعربيه ايضا كتبدع وكتبدع في الطبخ وفي الشهيوات ديالها، وكتزوق وكتقاد على وديه العائله ديالها، فجميل ان نعطيو هذا الوقت ايضا. فملي نحطوا البلا دائما كساده وسيدات نحاولوا نقولوا الله يعطي الصحه لمن الطاب والسيده اللي طيبات، هذا كله كينعش وكيخلي ان الحياه كتمشي بشكل اللي هو اجمل. اهلا وسهلا بكل المستمعين والمستمعات دائما على شدايف من خلال برنامج شاد الاسره. وصلنا لفقرتنا الاخيره، الفقره الاجتماعيه، الفقره اللي كتخص دائما الازواج، هي وهو او هو وهي اللي حبيتو. اذا اليوم تنتكلموا على تعبيرنا عن الحب، واش فعلا احنا ككوب المغربي كنعبروا على الحب لبعضياتنا من غير الرومانسيه وهاد الامور كلها. من تنتكلم على الحب كلمه كنحبك اولا كنبغيك، واش فعلا كنقدروا نقولوها؟ حيت في كثير مرات كتلقى الزوجه اولا الزوج كيقول لك عزيزه عليا المدام اولا عزيزه عليا راجلي، ولكن كلمه كنبغي اولا هذا ليه ربما ما كنقدروش نعبروا على هذه الكلمه هذه. واش هذه الكلمه هذه كتجينا صعيبه في التعبير ديالنا، اولا الكلمه اللي هي داخله علينا ما كنبغوش نقولوها، كتجينا ثقيله بعض المرات؟ واش فعلا ربما هذه الكلمه ديال الحب كلمه اللي كنقولوا حنا ثقيله وكنقولوا ان لا باقي نحن في اطار الحشومه وهذا ما نقدرش نقولها؟ صافي كاينين درجات ديال الحب كتختلف من الهيام الى الوجدان او الوجد، يعني كاين بزاف ديال الامور الى العشق، يعني كاين بزاف ديال الحاجات، ولكن حنا دائما كنختزلوا كلمه كنبغيك، كنحماق عليك، كنعشق الشخص، هاد الامور كلها كنختزلوها في كلمه عزيز عليا او العزيزه عليا. هاد الكلمه هادي ربما كانت حل مثالي لبزاف ديال الناس باش كنقولوها وحنا مرتاحين ما كاين حتى شي مشكل. هاد عدم التعبير ديالنا على الحب للطرف الاخر او للشريك الحياه ديالنا، واش مع الوقت كتقدر تخلق مشكل؟ واش مع الوقت كتقدر تخلق ان فعلا كيكون واحد الاثر اللي هو سلبي على الحياه ديالنا الزوجيه؟ حيت كاينين ساده او السيدات اللي يقولك انا الزوج ديالي او الزوجه ديالي ما كتعبرش على المحبه ديالها او الحب ديالها ليا، فبالتالي ما كنعرفش واش كتبغيني او لا او لا فقط الظروف اللي جمعتنا وخلتنا ازواج. واش مع الوقت ان كنشوفوا هاد المشاكل خاصه مع السوشيال ميديا، خاصه مع هاد الامور اللي كاينه، خاصه مع التاثير اللي كاين، يعني ان الناس كلها كتشوف مواقع التواصل الاجتماعي، كنشوفوا ناس، كنشوفوا دي فيديو، كنشوفوا بزاف الامور، كل شخص كيفاش كيعبر على الحب ديالو لاشخاص اخرين. كاين ناس اللي كتدير دي فيديو كتهضر على الحياه ديالها الزوجيه، راجلي عمل، راجلي هذا، وكنسمعوا كلمات الحب وكلمات هاد الامور هذه والتعبير على الحب بطرق اللي هي مختلفه. فكاينين زوجات اللي كياخذوا قس على ذلك فكيمشوا مع الازواج ديالهم، علاش انا ما تيديرش لي هكا، علاش ما كتعبرش على الحب ديالك، علاش هذه، علاش هذه، او العكس صحيح. هاد الامور هذه واش كتاثر او لا؟
واش عدم تعبيرنا على المحبة للطرف الآخر كيقدر يخلق لنا مشكل مع الوقت أو لا؟ هذا هو السؤال ديالي اللي أكيد نزلنا لكم بوست أيضا على الصفحة الرسمية شادا إف إم، تقدروا تقولوا لنا واش تتشوفوا هذه المسألة هذه أو لا. لا احنا الحمد لله في المغرب عادي ككوبل كأزواج عادي جدا أننا نقولوا كلمة تعزيز عليا، وهذا ربما نقدروا يقولوا لي الزوجات أو لا أزواج أخرين مع الوقت، ولينا كنقدروا نقولوا البعض الزوج ديالي أو الزوجة ديالي كنبغيك يعني كلمة اللي هي عادية. هاد المسألة هادي واش كتخلق نفور، كتخلق غيرة من بعد، كتخلق أن ما كينش اهتمام، ما كينش تقدير، أو لا مازالين في إطار ديال أن واحد الكلمات اللي تجينا ثقيلة على لساننا باش أننا نعبرو بها أو لنقولوها للطرف الآخر. هذا هو الموضوع ديالي اللي اختاريته اليوم أنني نتكلم معكم فيه، وأنكم تقولوا لي الآراء ديالكم المختلفة. مرحب بها دائما على الرقم ديالنا اللي هو 0522 36 0536. موضوع للنقاش، ممكن أنكم تشاركونا فيه، أنكم تعطيونا الآراء ديالكم كذلك. هاد الكلمات هادو واش فعلا كنقدروا نقولوهم أو لا مازال كان بشوف إطار ما نسميه بحشومة أنني نقول هاد الكلمات كنبغيك أو لا كنحبك لشريك الحياة ديالي أو للزوجة ديالي أو لا كتجينا شوية ثقيلة أننا نقولها، كنعبروا بالمحبة ديالنا بطرق كثيرة ولكن كنجيو حتى للتعبير الشفوي ما كنقدرش نقوله. كاين بزاف ناس كيعبروا على المحبة ديالهم لأزواجهم أن بدك الاهتمام كدوات يعني سفريات شي حاجة من هذا القبيل، ولكن ما كنجيو للتعبير الشفوي. كاين بزاف الناس اللي كيقولك لا ما تيقولش لي كلام المحبة، كلام فيه مشاعر زوينة، حتى أنا ما كنقدرش نقوله ليه، ما كنقدرش نقوله الكلام هذا، الكلام هذا النوع من الكلمات ما كنقدروش نقولوها لبعضياتنا. واش هذا كيأثر مستقبلا على العلاقة الزوجية ديالنا أو لا؟ لا واش ما عنده حتى شي تأثير بالنسبة لكم، كتبان لكم مسألة عادية. المهم يكون التعبير أي كانت الوسيلة، المهم أنه يبرهن لي على المحبة أو لنبرهن له المحبة ديالي ليه. هذا هو سؤال ديالي، وأكيد مرحبا دائما بالتواصل ديالكم تقولنا واش هادشي كيأثر أو لا، لأن هادشي داخل في الحياة ديالنا، داخل في الحياة الزوجية ديالنا. علاش؟ لأن من الكلام ديالكم كناخذ واحد العبرة، واحد موعدة باش هاد الحياة الزوجية طول، باش هاد الحياة الزوجية أكيد غيكونوا فيها مناوشات، فيها مشاكل بسيطة، غير ما تكبرش هاد المشاكل أكيد وما نوصلوش للأبواب اللي هي مقفلة أو مسدودة. عبد الرحيم من أكادير، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا سيدي، بارك الله فيك، بخير الحمد لله. عافاك رفع الصوت ديالك شوي إيميك عبد الرحيم. دابا كنسمعك، شنو الرأي ديالك في الموضوع ديالنا اليوم؟ انا نتكلم على راسي انا. وي كنحضر الاراء ديالكم من خلالكم نتوما. وي تقريبا عندي واحد تقريبا واحد سنين ديال المعاصره الزوجيه. اييه انا يعني كنقولها بكل افتخار، انا المراه ديالي كنحبها كنبغي كذا، ولكن هي سبحان الله ما عمرها ما سمعت منها هذه الكلمه. واش هي يعني كتحشم ولا كذا ولا ما كاينش كاع داك الشيء؟ الله اعلم. كنت من سنين كيفاش ما كاينش هادشي. نعم ما عمر ما سمعتها. نعم كنتمنى تكون في الاستماع صراحه وتعرف الصوت ديالك باش تقولها لك. انا بحالك انا بالنسبه لي راه كنفتخر بهذ الكلمه. اذا كدير مع وليدات وكذا ولا سائل كنفتخر بهذ، كان بقي كذا الزوجه ديالي هي كذا، ولكن باش هي تسمع بحال هذ الكلمه هنا هي ما نعم ما كاينش حاجه ممكن تسمعها، ولكن ما كنسمعهاش مع الاسف. نعم واش هذا الشيء كيأثر فيك انت في نفسيتك؟ كيدخل لك شك، كيقول واش ما كاينش اهتمام، واش ما كاينش حب، واش كيقدر يخلق مشكل من بعد عدم تعبيرنا عن الحب او لا عدم سماع هذه الكلمات من طرف او من شريك ديال الحياه؟ وهم بالنسبه لي انا هي كاين حوايج اخرى اللي كتخطي على هذا الكلمه ديالها هي، فهمتي؟ نعم اهتمامات ديال حوايج اخرين هي اللي كتحاول تغطي على هذه المسائل. نعم يعني كيكون التعبير على الحب باهتماماتها الاخرى بطريقه اخرى. اهتمام ديالك من المسائل الاخرى ديالك. نعم واضح بعدا. شكرا لك بزاف سي عبد الرحيم من اكادير، شكرا على التواصل. كيف قال عبد الرحيم؟ قال لك هو بالنسبه ليه كلمه اللي هي عاديه وخاصه تقال شركه الحياه مثل وليدات عماره الدار كيف كنقولوا، يعني حاجه طبيعيه انني نقول لها كنحبك او لا تنبغيك، وكذلك كان كيتسنى هو من الطرف الاخر، ولكن هو
لقى وسيله وقال لا ماشي مشكل، ربما كتحشم او لهذا، مي كتعبر على المحبه ديالها بطرق اخرى، باهتمامات اخرى. وهذا اللي تيكون في كثير من الكوبل، كلقاو ان التعبير على الحب او كلمه كنبغيك او كنحبك، سي فري كنعاودوا في كثير مرات كلمه عزيز عليا، ولكن كاين الناس اللي كيعبروا عليها بطرق مختلفه، ازواج او زوجات كيتفكروا مثلا اعياد الميلاد بعضهم، كيتفكروا ذكرى ديال الزواج ديالهم، كيتفكروا كذلك شي مناسبه ديال اول لقاء، بزاف ديال الحويجات. فكيديروا مناسبات، كتكون واحد العشاء رومانسي، واحد الحفله بسيطه، كيتبادلوا هدايا. ولكن كاين فعلا كنوصلوا حتى للتعبير الشفوي، وتما فين ما كنقدروش نعبروا على الحب لبعضياتنا، كنقدروش نقولوا كلمه كنبغيك اولا كنحبك، كتجينا بحال الكلمه اللي هي كبيره اولا كلمه اللي هي ثقيله اولا كلمه اللي بين قوسين كنقولوا عيب اننا نقولوها، مع ان هذاك شريك الحياه، هذاك سكن، انت سكن ليه هو سكن ليك، كتجمعكم المواد والرحمه، يعني اختاريتوا بعض واختاريتوا انكم تكونوا شركاء في الحياه وتكونوا اسره من بعد. فكنقولوا انه الامر عادي اننا نعبروا المحبه ديالنا للناس، كيف كنقول حلالي ملالي ديالي. دونك هاد المساله هادي، فنبغي نعرف واش هاد ملي ما كنعبروش على هاد ما كنقولوش هاد الكلمه في حياتنا الزوجيه، شحال ما كان العمر دابا سي عبد الرحيم تكلم على 8 سنين من الزواج، واش كتاثر نيت فعلا ولا ما تاثرش؟ ابراهيم من الدار البيضاء، ابراهيم السلام عليكم. وعليكم السلام، لاباس بخير؟ الحمد لله ربي يحفظك. ليك تحيه الطاقم. شكرا ليك، شكرا ليك، تفضل سيدي. ما خص الموضوع، اغلبيه الرجال كنقول لك تسقطوا الشفوي، ولكن كتابي وتطبيقي يقدر يكون مزيان. هادي مزيان هادي، علاش ما كنعبروش وما كنقولوش كلمه كنبغيك ولا كنحبك للزوجه ديالي؟ كتجينا ثقيله. لا، تجي بواحد الطريقه اخرى تجي افضل. نعم، تفكر عيد ميلاد، تفكر في مناسبه عيد الزواج، خرجات، دير بزاف د الحوايج، وانت تعبر لي احنا دابا في المجتمع المغربي فقط ديك القضيه ديال الحاجز ديال داك الحشومه وهذه تقول هذا كاين، خاصك تقولها مره مره، ولكن انت تقولها وانت محتمان. نعم، واش انت من الناس اللي كتعوض كلمه كنبغيك او كنحبك بكلمه عزيزه عليا؟ نقدر نقولوا بجوج. نعم، دغيا دغيا نقولهم. المهم التعبير تيكون كتابي تطبيقي، داكشي كيف قلتي بخرجات بكادوات، ولكن ما كتشوفش ان التعبير الشفوي ديالنا الى ما كانش متوفر على كل هذه الكلمات، كتشوف ما كياثرش على الحياه من بعد؟ لا، ماشي مشكل، احنا دابا اعتادينا، احنا في المجتمع المغربي اعتادينا على هذه القضيه. نعم، ويقدر كاع الشفوي يقدر يكون مخالف التطبيقي، هذا هو المشكل. بعض الاحيان يقدر واحد يقول كلمه والتطبيق يقول يدير زبله، هذا هو المشكل. يكون صادق. شكرا لك بزاف ابراهيم، شكرا شكرا بزاف على التواصل ديالك ولسماعك الموضوع ايضا. كيف قلنا ربما بزاف منا فعلا كيف قال بزاف منا ربما كيقدروا ينجحوا في الشفوي، ولكن ملي كيشوف التطبيقي يعني ان الهدايا او الاهتمام او ماشي دائما الاهتمام بهدايا، باش ما يقولوش لي رجال اليوم جميله كتشجع اننا ديما نجيبوا الكادوات، راه كنشجع حتى نسى يجيبوا لكم كادوات. يعني انا الاهتمام كنتكلموا ان كيكونوا مناسبات اللي هي مشتركه، بحال مثلا ذكرى زواج، عيد ميلاد، كاين الناس اللي كيتكلموا على اول لقاء، كاين الناس اللي بزاف ديال الامور كيحاولوا يخلقوا مناسبات شخصيه وفرديه كتميز الحياه ديالهم باش نخرجوا من الروتين ديال الحياه والرتابه ديالها. كلمه كنبغيك اولا كنحبك بين الازواج المغاربه، واش كلمه اللي هي كتقال، واش كلمه اللي كنقدروا نعبروا بها اولا كنعوضوها بكلمات واهتمامات اخرى؟ مرحبا دائما بالتواصل ديالكم على الرقم ديالنا اللي هو 0522 36 0536 على شاده فهم. المستمعين سمعت دائما على شاده فهم، مرحبا بالتواصل ديالكم، رقمنا راه الاشاره 0522 36 0536. كنتكلموا فقره هو وهي تعبيرنا عن الحب بكلمة أحبك أو لكان بريك. واش هاد الكلمات كنقولهم حنايا كنقولهم حنا كأزواج مغاربة، يعني الكوبل واش كيقولها البعض أو لا، واش كنعبروا على الحب بهاد الكلمات هادي أو لا كنعبروا بطرق أخرى من خلال تذكرنا لأعياد ميلاد، ذكرى الزواج، مناسبة خاصة، كنهربوا من الكلام
ولكن كنقدروا اننا نعبروا بطرق اخرى. واش هذا الشيء الا ما عبرناش وما مره ما رايح ما حيناش الزواج ديالنا بهذه الكلمه الزوينه هذه، واش ما كياثرش على الحياه ديالنا من بعد؟ عثمان من قنيطره، السلام عليكم عثمان. وعليكم السلام. مرحبا بك، لاباس عليك؟ بارك الله فيك لاله. كيف تعبر؟ وأعبر كما تعبرين أنت. أصلا الموضوع اللي نزل أصلا من خلال أول سمعت المكالمة الأولى، المكالمة الأولى ومن خلال التعبير ديالك أنك بحال تعبير مضحك، أنك تتعبري وتضحكي أو ميم طون، حيت كلمة زوينة، حيت كلمة زوينة، كلمة زوينة وفي واحد الحساسية. ألوغ أنا غادي نجاوب غير على الأخ الأولاني اللي كان تكلم، قال لك بأن 8 سنين هو والزوجة ديالو هو تيعبر وهي ما تتعبرش. لا قال لا لا بلاتي، هو قال كيعبر بالكلمات ولكن زوجته كتعبر بطرق أخرى. كاين تعبير بصح، لأن دابا الإشكال كل 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 شخص كيفاش تنتقل منه هاد، لأن إلا كانت زوجة ما تعبرش تعبر في طريقة أخرى. أنا بصفتي أنا نقدر نقول لك أن وقيلا بعض المرات تنسى السمية ديال المدام ديالي، كثر تقول لها حبيبتي، نقول لها العزيزة ديالي، الغالية ديالي، حتى وليت بعض المرات تتمشي لي تتمشي الذاكرة بأنني ما كتعقلش على السمية، على السمية ديالي. ما كيخلقش لك مشكل هذا الشيء؟ لا جامي، الحمد لله. الحمد لله. كاين تعبير متبادل، ولكن هذا التعبير كينتقل من منطقه لمنطقه. نعم. على حسب، عاوتاني الناس اللي كوب اللي ساكنين بوحديتهم غيقدر يكون عندهم تعبير خاص. نعم. يكون عندهم حريه في التعبير. إذا كان الناس عاوتاني عايشين مع العائلة ديالهم الله يكون في العوان، تكون صعيبة أن بنادم يعبر. نعم. ولكن أنا سي عثمان، واش هاد الطريقة واش هاد الكلام إلا ما عبرناش به مستقبلا واش كيقدر يخلق مشكل بيننا كأزواج؟ يعني أنا ما عمرني عبرت بكلمات أنني تنبغيك أولا كنحبك أولا كيف قلتي أنت، هاد الكلمات هادو اللي كنعوضوها بالعزيزة، عزيز عليا، هاد الشيء كامل إلا ما كانش في الحياة ديالنا الزوجية، واش ما كتظنش أنه كيخلق مشكل من بعد؟ خاصة مع هاد السوشيال ميديا، خاصة مع هاد الأمور اللي كنشوفو الناس كتعبر على محبتها بطرق اللي هي مختلفة. هادشي تيختلف عاوتاني في ابارتير ديال سميتو ديال السن، تاع عامل السن كيلعب دور. كاين انا تنشوف ناس نقول لك عندهم ستينات وما تقول لي حبيبي وتقول لي حبيبتي، زعما هو فعلا كاين بعض الناس، لان اصلا انا تنقول الانسان اللي غادي يتزوج خصو يكون يتزوج عن قناعه، وهذيك باش نقول حبيبي ولا نقول حبيبتي الا خصها تكون خارجه من القلب ماشي متصنعه، لان فعلا خص يكون هذا الشيء، لان ماشي انا ما نقولهاش، ما غادي نعممش على كل شيء، ما غادي نقولش كل شيء غيكون بحالي ولا بحال واحد اخر، وانما تنظن هذا الشيء تيزيد، لان حتى المرأة عاوتاني ماشي قضيه انك تقول لها غير حبيبتي وما يكونش عاوتاني معامله خاصه. صح، لان المراه تبغي مره كادو وريضات، تخرج السوق تتفاجئها غير بهذيك الوريضه ولا بسمتو، تتعطي واحد القيمه للمراه، كانك انت امراه واخا تكوني غير اختي في واحد عيد المراه، عيد الحب، هذه راه ملي تدخل للدار وتجيب واحد الكادو واخا ما تنقولوش واخا يكون بسيط صراحه، فوالا راه الكادو بسيط غير عباره عن ورده تاخذها غير بجوج دراهم ولا. نعم، للاسف انقطعت المكالمه ديال عثمان اللي صراحه كنت سعيده بالكلام ديالو. علاش؟ لانه كيعبر وكيتكلم وتيقول ان التعبير ديالنا عن الحب والتعبير ديالنا على المحبه ديالنا لزوجاتنا او حتى للزوجات لازواجهم، يعني حاجه اللي هي زويونه وحاجه اللي كتنعش الحياه وحاجه اللي ربما بطرق اللي هي بسيطه. دائما تنتكلموا حتى التعبير اللي هي يكون خلال الهدايا او غيرها، راه ماشي دائما تنتكلموا على الكادو، كنتكلموا على شي حاجه اللي كيكلف بها الانسان راسو او لا شي حاجه اللي فريمون واو، ولكن كتقدر انها تكون حاجه بسيطه. المهم ان السيده كتعتبر انك ذكرتيها في واحد اليوم اللي هو خاص. ملي تكلمت على الايام الخاصه تبارك الله، كاين ذكرى الزواج، كاين ملي تنتكلموا على عيد المراه، تنتكلموا على عيد الحب، تنتكلموا على هاد الامور كلها، امور بسيطه بين الازواج، ان فعلا كتقدر تنعش الحياه ديالهم الزوجيه. ملي تنتكلموا علاش انا قبيله ملي قلت ان كلمه كنبغيك ولا كنحبك بعض المرات كتجينا، ماشي كتجينا ثقيله، مي في يعني في الكلام ديالنا احنا المغربي او الدارجه المغربيه كنقولوا كان عزيز عليا،
وفي مواضيع اخرى كنقولوا العزيز عليا وتنحترمه دائما تليو هذه الكلمه بكلمات اخرى. كلمه كنحبك اولا كنبغيك كتجينا ربما ماشي ثقيله مي ما كنعرفوش الطرف الاخر او الرد الفعل ديالو، ولكن راه كنتكلموا على الكوبل على الزواج اللي اختاروا بعضياتهم واختاروا انهم يكونوا شركاء الحياه وانهم يكونوا اسره من بعد. فمرحبا دائما بالتواصل ديالكم، مرحبا ايضا بانكم تعطيونا الاقتراحات ديالكم حتى نتوما تقولوا لينا هذه الكلمه هذه واش فعلا تنقولوها او ما كنقولوهاش، واش كنعبروا على المحبه ديالنا بالطريقه ولا لا، او عندنا طرق اخرى. وكيف تكلم مستمع الكريم في الاول فاش قال ربما في الشفوي ما كنقدروش نقولوا، ولكن في تطبيقي ممكن من خلال الهدايا من خلال بزاف ديال الامور من خلال الاهتمام بطريقه مختلفه. فمرحبا دائما بالتواصل ديالكم، رقمنا راه الاشاره دائما 0522 36 0536 دائما على شاده اف ام من خلال شاده اف ام وفقره هو وهي من خلال برنامج شاده الاسره. مرحبا دائما بالتواصل ديالكم، رقمنا راه الاشاره اللي هو 0522 36 0536. تنتكلموا على التعبير ديالنا عن الحب كاين بين الازواج المغاربه اولا لا، واش كنقولوا عزيز عليك وما كنقولوش كنحبك اولا كنبغيك، واش كتخلق مشكل مع الوقت مني ما كنعبروش بهذه الطريقه هذه. مرحبا بالتواصل ديالكم اكيد من خلال رقمنا اللي هو 0522 36 0536. رشيد من مراكش، السلام عليكم. عليكم السلام لله. مرحبا سيدي تفضل. انا بالنسبه لي بنشارك واحد الملاحظه في هذا هذا مسألة ديال تنبغي يعني هذه تقسم ما كانش عندنا مرة في المغرب. نعم ما كانش عندنا هذا التعبير، هذا ما كنعبروش، ما كانش عندنا ما كانوش الناس، ولكن من الآن ده غادي يكون يعني شوية بشوية يعني غادي نوصلوا واحد الوقيتة كنمشي للجيل ديالنا ولكن الجيل ديال أولادنا وهذا غادي تولي مسألة عادية وكانت وقعت واحد هذه في سبيل البسط انه واحد المره انا راكب في السياره ومعايا شي ناس فواحد السيد من هذوك الناس ديما تيقولها لمراتو ويقولها لخواتاتو هذا فقال لي انتم علاش ما تقولوش هذا الشيء؟ تقول لي احنا نسال الثقافه وهذا. نعم. اللي عرفتي غادي نعيطو سو هو باغلوغ في الطوموبيل، عيط لاختك وقولها ليها. نعم. قولها ليها غير هكاك. ف تنقول لها قلتي لا لا وقفت هو كومبوز النيميرو وقال لي واتكلم. ملي عيطت لها قلت انا غادي نبي ليها رغبه فوالا. فقلت انا لاختي صباح الخير لاباس عليك كذا راه تنحبك. وهي تقطع التليفون. ما يعني قطعت وما بقيش. من بعد واحد 20 ثانية وهي تعاود تصل وهي تقول لي فلان نعم ما كيك لاباس. نعم استغربت بحال راني مريض ولا راني هذا ولا راني ف يعني بقات لي في الذاكرة ديالك. نعم لان كلمه ما كنتيش موالف كتقولها فملي قالتها جات غريبه. انا ما ماشي نقولها وكيف قال واحد السيد راه تدخل قبيله بانه سورتو الا كان الانسان بين العائله وبين هذا والناس كاينين تيحشم الواحد يقولها تيحشم تجي بحال زعما راه حشومه وهي لا راه هي احسن حاجه تتدار واحسن حاجه اللي تفرح داك الطرف الثاني مراتك ولا اختك ولا اللي كان ولا اول شيء سي رشيد كنشكرك بزاف على التواصل ديالك وكنشكرك على الراي ديالك وكنشكرك كذلك على الوصف اللي وصفتي، شكرا لك بزاف. ففعلا كيف قلتي فهي كلمه اللي نقدروا نقولوا زوينه كتنعش الحياه الزوجيه ديالنا، علاش تعبير اللي هو نقدروا نقولوا مقبول لانك كتعبر لشريكه الحياه وشريكه الحياه كتعبر لشريكه الحياه ديالها. ملي تنقولوا كلمه كنبغيك اولا كنحبك ربما كنسمعوا في المسلسلات وغيرها وعند المشارقه وكلمه احبك كلمه بسيطه جدا وتتقال حنا ديما تنزوقوا فيها ولو كنزيدوا لها شي حروف الحبيبه الحبيب مي كلمه كنحبك مباشره كتجينا شويه
ثقيله، اولا كيف قلتي ربما احنا في ثقافتنا اولا على حسب الاجيال عاود مع بعضها، وكيف قلتي بعض المرات حتى الانسان ما كيكونش شي ساكن بوحديته ما كيقدرش انه يقولها لانه يكون مع العائله وهذا، وكيلزم واحد الكلمات اخرى مغايره بحال عزيزه عليا او غير كلمه اللي هي كيف قلنا كتفرح، ولكن الا انسان ما تعود شيء عليها ربما الطرف الاخر كتجي شي حاجه غريبه وشنو المساله. نقرا بعض التعاليق اللي جاونا كذلك على الصفحه الرسميه شاذة اف ام. تكلمات ام احمد ياسين، تكلمات سلام اختي مسيره موفقه لك، شكرا لك. بالنسبة للتعبير عن الحب، الحمد لله أنا والزوج ديالي من نهار تزوجنا تعودنا على أننا كل يوم كنعبر بعضنا عن المحبة بكلمات كنحبك. هذه 13 سنة وإن شاء الله العمر كله لكم يا رب. 13 سنة ديال الزواج، والاستثناء عندنا هو أننا ما كنعبروش عليه، ولله الحمد التعبير عن الحب تيروي العلاقة الزوجية وكيوطدها بزاف. وعن تجربة يعني كلامها تكلم على أنهم هما تعودوا من البداية، زواج ديال 13 سنة ما خلاتهمش الكلمة، بالعكس قالت كل مرة كيوطد، لان ملي كنعبروا على الحب ديالنا بالكلمات يعني واننا الزوجه او الزوج عارف بلي راه دار واحد المجهود باش نعبروا على هذه الكلمه، وهذه اللي هي كيف كنقولوا حنا ما كيناش في ثقافتنا حنا كمغاربه، يعني انا ما كنقولوهاش بزاف، كنعوضوها بكلمات فعلا تنبغيو زوجاتنا او لا كنبغيو ازواجنا، ولكن ما كنقدروش نقولوا هذه الكلمه هذه. فالسيده او الرجل كيقول راه كاين واحد المجهود تيدار، فكيتقدر بشكل هو كبير، دونك كيجدد المحبه وكيجدد الموده. وكذلك كلمات كذلك انهم حتى كيتهداو في الاحتفال بعيد الزواج وكتهديه، ويعني كاين بزاف ديال الامور. جميل اننا ما نساوش هذه الامور هذه، وجميل ان ناخذ الاراء ديالكم حتى، لان دائما كتغني الحوار ديالنا وكتحيلنا المواضيع ولا الامور اللي ربما ما شفتهاش، فكتحاولوا انكم ترجعوها لنا وكتحاولوا انكم ترصدوها لنا كذلك. سكينه من اكادير، يا سكينه السلام عليكم. عليكم السلام، كي درتي لاباس عليك؟ الحمد لله. اللهم الحمد لك لله. كاين شي حب انا موجود اللهم لك الحمد، الواحد يبغي راسه بعدا اولا مزيان. والله الا شكرا بزاف على هذا الموضوع ديال اليوم، والله الا زعما عندي ما نتسالكم. الله يحفظك. نعم قولي لي. بالنسبه لهاد الكلمات كنبغيك فعلا، هي عندنا حنا بحال راه حشومه وماشي كلشي العائلات كاينه هاد الكلمه كتقال. انا بالنسبه لي انا عشت واحد التجربه في دارنا، امي ما تخيلي السميه تاع الوالد ما كتعيطش ليه بها، نعم عمري سمعتها عيطت ليه بها، وكنشوف وكيبقى فيا الحال. نعم كنقول علاش انا ان شاء الله فاش نتزوج ما غاديش ندير بحال هكا، والوالد عندي اشكال داير هو دابا غير الا جا كيقول انا الزين ديالي كتحشم كتحمر قولي كنتحشم ما كتبغيش هادشي تقال قدامك. انا الحمد لله تزوجت لقيت الراجل كيحشم العكس. نعم ولكن انت واش كتعبري كتقوليها او لا؟ لا نقولها، قررت نقولها وكنقولها وحاجه عاديه بالنسبه ليا. نعم واش كتشوفي معايا سكينه ان هاد الكلمات او التعبير ديالنا بالمحبه بكلمه احب وكنبغي واش كتنعش وكتجدد الحياه ديالنا الزوجيه كل مره كتوطدها؟ راه شي حاجه راه سبحان الله العظيم، ما تقدر تكوني كاع كاعيه وطالعه لك الدنيا في الراس، ولكن فاش كيجي خصوصا من الزوج ديالك او الحبيب ديالك كيجي يقول لك انا كنبغيك، راه صافي راه كيتغير بزاف، كتحسي بالانتعاش. دونك جميله هذه المساله. ربما انت خديتي من تجربه الوالدين ديالك، فقلتي خاصك تكوني كيف كنقولوا تحلقين خارج السرب، يعني ان شفتي تعامل قلتي لا انا ما خاصنيش نكون بحال الام ديالي، ربما الظروف فين كبرنا وفين هذا هو كيأثر، البيئه كتأثر لا محال، فانت خديتي قرار لا خاصك تكوني الخلف، خاصك تكوني مختلفه. واخا الزوج ديالي تا هو كان كتجيه ثقيله كيشد معايا راه في التليفون حكم العمل ديالو كيكون خارج المنزل بزاف، كيهضر معايا لساعات، فاش كيبغي يسال كيقول اه راك عزيزه، واحد شويه دغيا كيقول اه كنبغيك راه بلا ما نحتاج نقولها لك. نعم ما نغيرش عليك حتى شي واحد. نعم انا مره كنصيفط ليه في ميساج كيعيط لي كنقول عليه يوميا، كنعيط ليه حتى كيجي عندي حتى الا كان في الدار، كنقول ليه فلان كيقول لي انا، كنقول ليه انا راه كنبغيك، كيبقى كيضحك. دونك يعني كلمه اللي هي كتنعش الحياه. كيعجبو الحال، ولكن باش هو يبقى يقولها لي مرات عديده كتجي على ثقيله. نعم ولكن ولفتها لي. نعم زوين زوين. وانا كنتمنى كل
منزل سواء كانوا في حتى العائلة ماشي مشكل راه كاين وقيت غنمشي عندها للمطبخ وهي كاينه في وسط الروين تقول لها راه كنبغي تقدر تكون هي هي نفس ديك اللحظه تقول لها كنبغيك راه سبحان الله العظيم نعم زعما نخلقوا مجال المحبه والتعبير على الحب صراحه ضروري حتى تكون شي مناسبه ديال الزواج ولا ذكرى التعارف ديالنا او الخطوبه ديالنا او 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 نقولها في اي وقت راه المراه مراه حساسه نعم تقول لها انا كنبغيك شكرا لك درتي لي هذه طيبتي هذه راه عييتي اجيت ارتاحي اليوم هذه صافي راه تغير بزاف ديال الحوايج ماشي ضروري صافي راه قلتها لها مره واحده نعم. لا ما نبقاش نعاودها صافي راه عرفتني كنبغيها نعم. مزيان نجددوا العلاقه ونحيوا ونعشوها من جده وجديد لا شنو خاصها كان انا الزوج كان كيهبر لي في الاول بلي اش خاصك يلاه ناخذ لك شي حاجه عجبتك شي حاجه خاصك فوالا بالكادوات وغيره كيعيط لي سوقينا راه هما الفلوس راه محطوطين الا خاصك شي حاجه سيرتيستي كنقول ليه لا ما خاصنيش كل واحد باش كيبغي يعبر ولكن الكلمات كندغيك ما كتعرفش تبقى حاضره في كل منزل وخصوصا بين الزوجين شكرا لك على موضوع اليوم شكرا لك بزاف الله يبارك فيك سوقينا من مدينه اكادير شكرا لك كنحبكم في الله شكرا لكل المستمعات والمستمعين اللي تواصلوا معنا والناس اللي سمعونا انا عارفه ان كاين بزاف ناس اللي كيكونوا سامعيننا لفهاد اللحظه اللي كيكونوا في الطريق واللي دائما كنقول ردوا البال راسكم الله يوصلكم دائما على خير الماكل اللي نتوما متجهين ليه وما فيها بس اننا نعيشوا الحياه الزوجيه ديالنا بكلمات كلمه بسيطه كيف كنقولوا ما غتخلص عليها والو فقط انك غتقولها للزوجه ديالك او للزوجه ديالك غتقولها لك ولكن راه تقدر تبدل المود تقدر تبدل النفسيه فما فيها بس اننا ردوا بهاد الامور فكنا كنبغيوكم واكيد دائما كنحبوكم في الله فشكرا شكرا مصمم القلب كل السيده والسيدات اللي سمعوا لنا هذا النهار وكنكونوا ضيف خفاف على القلوب ديالكم مرحبا دائما بالتواصل ديالكم وبالاراء ديالكم المختلفه من خلال التواصل مع مباشره دائما من خلال البرنامج ديالنا من 2 حتى الخميس من 9 حتى 12 على رقم 0522-36-0536 شكرا جمال كان معي في الاخراج وتلقى ايضا مكالماتكم شكرا سيمو كان معنا في مواقع التواصل الاجتماعي خليكم من دابا شويه مع كوثر زياد غنذكركم باهم عناوين نشره الظاهره اللي كتلقاو بتفاصيلها في تمام 8:30 اما جميله كنتمنى لكم بقيه اوقات جد مميزه على اذاعتكم شاديفه السلام عليكم